This is America. I love America. America. Yeah. أمريكا إذا طاب This is America محدش فيها فاضي عن كل هي عادي وللعالم ضمير This is America وبلادي انت فيه This is America I love it I love it احنا حقوق الناس وكل شيء في مقاس This is America طب نظرة بأي عين الله يخلي لنا بيتها This is America وبيتي من دفين This is America Have a nice day بتسالم من يسالم تتضر على كل ظالم This is America الله الله هو المعين This is America الكل معاها قايز والطعم في الأزايز والرقص في الشارع مباح واللعب في الشارع مباح حتى الهزل للأوغار مسموح مباح من المساء لحد الصباح ما فيهاش الأكل بايت وأي حد فايت معاه السامسونايت مليانة بالدولار ماني 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 باور دراكس دراكس الواد مننا تلاقيه حرف يحترم الوقت يحب الكب الصبح في مصنع يبني صاروخ والعصر يقوم ويلف صاروخ وفي اخر الليل يختار له صاروخ
يرحمك يا رب. يا غالي يا حنيه يا عليا يا رجلي يا بطني يا صدري يا قلبي تعبان. ما هو يا تشفيني يا تحضني يا رب. منين عليا عاشور يا اخويا؟ عايز ربنا ياخدني. يا ريتو يا ريتو كان خدني انا. يا رب. يا رب ياخدك انت يا عاشور. ايه رايك بقى؟ انا مالي بيك يا عفاف؟ انا بقول يا رب يقويني. بقى يا راجل مش مكسوف من نفسك؟ سيب بيتك وعيالك وجاي تلعب هنا، وابوك ميت ما بقالوش جمعه. حاجه حط فيها هم عقبال اخواتك ما يشرفوا. عفاف بنت عفاف حطيني فحم على النار. وعلم اخوك عايز الفحم في ايه؟ هيكون عايزه في ايه يا ضنايا؟ هيشوا عليك يا باب. عايزه عشان الهباب اللي بيستعطاه. الله الله، بيت ابونا بقى غرزه؟ طب وما يشربوش في بيته ليه؟ دي كانت مراته بهدلته، مش كفايه انها كسره عينك منه وما بيخلفش؟ اسكتوا اسكتوا بلا فضايح. عايش اخوكم لو عارف ان علام بيدخل مخدرات هنا هيبهدلنا. معاك حق، عايش اخوكم كان طايح فينا كلنا وابوكم موجود. امال دلوقتي بقى هيعمل فينا ايه؟ الله يرحمك يابا، ما لحقتش تشوف عايش ابنك محامي ولابس الروب. الله يرحمك. اه يا ناري، ابوكو مات وعنده 87 سنه، مفيش مره قلقان. اشمعنى انا كل الامراض فيا وهو ميت بصحته؟ انت هتنق على ابوك حتى وهو ميت؟ طب اطلب له الرحمه يا اخي. الله يرحمك يابا، اقروا له الفاتحه. علام اخوكم يمثل. بس التماسي يا غم بيعيط على الكراسي، ما بتردوش عليا ليه يا عيال؟ يا اخويا بنقرا الفاتحه. بتقروا الفاتحه؟ طب الف مبروك. الف مبروك يا عفاف. انا مش قلتلك اتطلقي ومسيرك تتجوزي تاني؟ يا غالي انت فوق، احنا بنقرا الفاتحه على ابوك اللي معرفش يربيك ولا عارف يعالجني. حرام عليكم حرام عليكم، اذكروا محاسن موتاكم. ابوكوا برضو ياما علمنا كتير. كم مره رجع من شغله معقول وبيعيط، كل ده ليه؟ عشان واحد عرض عليه رشوه. وكم مره في واحد فتوة عامل فرده على الحته، ابوكوا الوحيد اللي وقف له لحد ما كسر. وكان مره واحد صاحبه بيته وقع، باع نص عفشنا عشان يسكنه. وكان مره ابوكوا راح يعزف واحد صاحبه قاعد يستنى اتوبيس 16، ما جاش اتوبيس 16، يستنى اتوبيس 16، ما جاش اتوبيس 16. ابوكوا اتصرف، ركب اتوبيس 8 رايح جاي. يلا تخيبه يا تخيبه، بتنكت بتنكت يا علام يا متعلم يا متنور. بقى انت مدرس تاريخ انت، ده انت هزر. يعني عليكم يا ولاد منافع اللي ما فيكوا حد نافع. عاشور لا تزار من مماليك اخوكم الكبير عبود، ومشغلك في تقوى من القدره. انا مش اجرت عند عبود علام، انا شريكه في المصنع. وبعدين احترم نفسك بقى بدل ما هزقك علام. هضربك هزقك علام. بس هتتخانقوا هتتخانقوا. خش يا علام خش يا اخويا، قص وشك بشويه ميه بدل الخيبه التقيله اللي انت فيها دي. خش. طب انا عفاف خبت السبت والحد، وانت خبتك بقيه الاسبوع. متعلقه لا محصله متجوزه ولا متطلقه، عامله زي كروات البوسنة. اما اخونا الكبير عبود شحاته منافع. ماله عبود هتتريق عليه كمان؟ ده شايل على قلبه كنوز قارون. بقول لك ايه يا عذاب يا اخويا، بلاش نقك ده، احسن انت نقك ذكر. السلام عليكم يا ولاد. اهلا يا عبود يا اخويا. اهلا يا عفاف. اهلا يا عبود. اهلا يا اخويا، لسه كنا بنجيب سيرتك بالخير، يا ريتنا افتكرنا ربع قرش مخدرات. ايه؟
اتاخرت ليه؟ اتاخرت ليه؟ طب اكتب اكتب. هو انا فاضلكم انا ورايا مشاغل؟ مراتي بقى اتكلمت على مراتي عزيزه ومسكوا فيا ليه وليه؟ فلفلتهم وشعوضتهم واشتريت شقه جديده لمراتي شايناز. ظبطت صوتك بقى لخطيبتك نسرين تاخد خبر. لو خدت خبر يبقى تقعد تقول لها عاشور. انا خايف على صحتك، اقعد ارتاح. وهيفضح من ايه؟ هيفضح من ايه؟ ده وشه هيبك منه الدم. اعوذ بالله اعوذ بالله. وجاي في عربية 6 متر. اه عذاب. انت هتستكتر اللي عند اخوك عبود ولا ايه؟ ده وراه مسؤوليات ياما ومصاريفه كتير. قول له عاشور يا اخوي. ايوه حبيبي. بيصرف على 3 نسوين ب 11 عين والرابعة جاية في الستة بولادها. الله الله الله. جاي عاشور. ده الزب ناقع في الحريق. ايه اللي ناقع في الحريق؟ هو انت بتهمل. انا اكره هرجل جرى ايه يا ولاد منافع جرى ايه؟ طب ده الخير اللي يجي لاخوك عبود كأنه جينا كلنا. ايوه كأنه كأنه مش يتفرق علينا كلنا. اذا ولا حاجه بتاعكم لسه ما وصلش. هو قاعد على القهوه وبيقول لما تكملوا انتوا السته ابعتوا لي عشان افتح الوصيه. وصيه؟ انا مش فاهم وصيه ايه اللي سايبها ابوك. هو كان حلته حاجه؟ مش جاهز يا عبود يا اخويا. كان عنده ما قالناش. ايه جايز دي تبقى معجزه. انا مش طالب غير مبلغ صغير اطبع بيه كتابي واندلسا. وانا بنصيبي اتعالي. ريحوا روحكم، احنا فقر وهنفضل طول عمرنا فقر. وهتلاقوه كاتب في الوصيه ايه يعني؟ تلاقوه بيوصينا على بعض ومحدش فينا ياكل حق اخوه. فهمني يا اللي في بالي. اه ده اذا كان له حق. سمعني يا انا بالك. قوليلي هو عايش فين؟ مش عارف يا اخويا اتاخر كده ليه؟ انا قلبي مقبوض قوي. انا عملت اللي عليا وبعت له كذا تلغراف. طب هديله كوبايه ميه اخد الحبايه. مش عارفه عايشه تلاقى خبر موت ابوه ازاي؟ وهنقابله بقلي وش؟ ده هيبهدلنا كلنا. اتمنينا خبينا عليه وما مشيش في جنازته. طب والله لو عايش عرف يوميها لكان ساب امتحاناته وجاع على ملا وشه. اه وكان خسر كل حاجه. ده متغرب يعني امه بقاله شهر ونص في اسيوط عشان يمتحن. 7 سنين بيعافر مش عارف ياخد الليسانس. يا ما نصحته سيب الحقوق وادرس تاريخ. ما هو التاريخ برضه كله حقوق بس ضايع. اللي اخره ده كله انه شايل حمل عليك مرافع على كتافه لوحده. بيشتغل النهار يا كبدي. وكمان مراته ماتت وسابت له 7 عيال الله يسميهم. ما في حد فيكم استحى واقف جنبه. الخطأ التاريخي يتكرر. في الباب الرابع من كتابي وأندلسا، الدول الكبيرة المستفحلة اللي معاها وما بتديش. فاهمني يا عبود؟ ها؟ هتدور عليها الدوائر وتبقى زي الدول اللي راحت في الباي باي. وبقيت كحيانة وعدلانة زيك يا عذاب يا معفن. لا خلاص طبيت علاج. انا ما بصرفش فلوس على تبادلة. طب ولا على معفنين؟ ولا على معفنين. ما تشوفوا المحامي ده خلصوني. انا شاهيناز عملاني النهارده كوارع. عبود انت كل ما بتاكل كوارع بتقصر اكتر. ولعلمك بقى الوصية مش هتتفتح غير في وجود عايش اخوك. مساء الخير يا ولاد عمي. ازيكم يا ولاد عمي؟ اهلا اهلا. ازيك يا غنيمه؟ كويس هنفرفت شويه. اه جاتك داهيه وانت كئيبه. مالك يا غنيمه؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ مش متعايش ابن عمي لسه حبيبي ريحته فيها والمكواجي اللي ربنا يكوي قلبه رماها في وشي ومرضاش يكويها. قال ايه؟ ريحتها معفنه. يا بصيرتي لو انتي ما غسلتيهاش قبل ما توديها له. 4 سنين بغسل فيها وريحه عايش مش عايزه تطلع. دي يا اختي على حلاوته يا اختي على عفنته. قولولي حبيب الروح لسه ما جاش؟ بتستنيه يا اختي؟ ما انت طول عمرك مستنيه يا حبيبتي. ايوه هستناه يا عاشور. وهنتجوز. اه هنتجوز. بس حرام عليكم صباح في مالها. ايوه عفاف هنتجوز. مفيش حاجه هتخلصوا مني الا القبر اللي يلمه. غورك يا دكتور يا فرازك. سيبي عايش باللي هو فيه. اسيبه عشان يروح يتجوز ويذبحني تاني. انا دلوقتي ماليش غير عايش. ده اخر كارت انا بلعب بيه. وانا وعايش بنشرب من ميه نيل واحد. يا
يقوم يسيبني ويكسر قلبي؟ ده انا مش مخليه اعوز حاجه، بخدمه هو واولاده السبع. الولاد بيحبوني ومتعلقين بيا قوي. انا داخله لا 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 ابص ايدك سيبهم نايمين. لا هيزعلوا لو ما شافونيش. دول هيتسرقوا لو شافوكي. البنت دي لو عايش ما اتجوزهاش النبادي هتقتله. يبقى هيتقتل. حرام عليكم حرام تدخلوا علينا غنيمه واحنا نعسانين. سجينا خفرجه افتكرت غنيمه عفريت جدي كان من قبله. دي نسيتني والله نسيتني. اعمل ايه دلوقتي؟ بوم دي نصيبي جايب نار. يا ساتر يا رب. رديت عليكم تلغراف قلت لكم توعد بايه خير افيدونا. بعتولي تلغراف قلت لي انها مشيئة الله. رديت عليكم تلغراف قلت لكم ونعم بالله خير افيدونا. بعتولي تلغراف قلت لي ابوك ريح. انا ما فهمتش بعت لكم تلغراف الصفصر ريح يعني ايه؟ حط ريحه والله طلع افيدونا. بعد ايه تلغرافه قلت لي ابوك مات احضر بقى فورا فلقتنا. انا ليه التلغراف كنت هتشل اتقهر. عايز اعرف مين فيكم اللي كتب لي كلمه فلقتنا في التلغراف دي؟ انت يا شور. انا قلت لك احنا فورا. احضر فورا ازاي؟ احضر فورا ازاي وانا صرفت كل اللي في جيبي على التلغرافات بتاعتكم؟ لو كنت من اول تلغراف قلت لي ابوك مات خلصت. ما كنتش وقفت على المحطه عشان لم حق التذكره عشان ايه؟ بس الحمد لله اني جيت. كان نفسي اجي في الان تايم بس يا خساره جيت في الديتستوريت. طبعا عارفين انا جيت ليه. ليه؟ ابوكم مات يا ولاد. ابعد يا معفن ابعد. عايش؟ مات. انا قفيته ولا جاني يا ولاد جدكم مات. عايز تفتكر يا ابوي؟ ها يا ولاد قولوا لي الدرديت ولا لساكم ما درديتوش؟ ايوه طفحنا يا ابوي. يا بابا كان بو يدرب لكم دردي وانا دايت الدردو من اللي دردته بس يومي كان مطهبش. قولوا لي الدردته دردي مليح. صرفنا فول بالزيت يا بوي. يا بو بنت ما توخريش عنهم خليكي ماشي معاهم ما تعطلناش. واخوكم شقيتوا على اخوكم المجنون في الاصلاحيه؟ منعين منه زياره عشان الناكف يا بوي. يا بو بنت ما تعملش زي داني الكلب لازع وراهم خليكي ماشي معاهم. واخواتكم شعران وشمرشت ما فيش اخبار عنهم واصل؟ من يوم ما طفشوا منك ما رجعوش يا بوي. مش هتقولي يا بوي؟ يا بو يا بو. ايوه يلا اطلعوا بالميت وناخد الجنازه خطف. يلا اخوانا ميت ايه؟ جنازه اتعملت وابوك اتدفن من اسبوع. مات؟ الله يرحمه الله يرحمه. مات من اسبوع؟ ايوه. ودفنتوه؟ امال عملنا له علبات.
طبعا ده فنان الله يرحمه والله ارتاح. احكوا لي الجنازه كانت كويسه؟ يعني كل اللي حضر فرح وهيص وبص كده الحمد لله. ما مشيش في جنازه ابوك الطويله العريضه دي غير واحد بس. مين؟ مندوب الضرايب. وعنده حاجه وعنده حاجه. قال ايه يا اخويا؟ عايزنا ندفع الضرايب المتاخره على ابوك. مين ايه؟ مين؟ لكن خبرني يا ابوي كنت في الامتحان انطيم ولا زي كل سنه اتستوليت؟ لا انطيم انت يا مرجان. برافو عليك يا ابوي. يعني كويس ان احنا ما بلغناكش في وسط امتحانات. حسبت هو غلط يا علام. اللي صنص هام ان يكون جنب ابويا اسمعه قبل ما يموت، يمكن نفسه يقول لي حاجه. هو عمل حسابه وسايب لنا وصيه. وصيه؟ ايوه. ابوك ساب وصيه؟ معقول يا عايش ابوك ما قالكش على اللي في الوصيه؟ ده ما كانش بيخبي عليك حاجه. خبى عليا المره دي. انا حاسس ان الوصيه دي بدايه التاريخ المعاصر لعيله منافع. ولو الوصيه دي فيها خير مالناش ليه عليه قبل ما يموت؟ لازم يسيبنا لما نبقى فقرانين وشحاتين وجعانين وعلى الحديده، يقول لنا بعد فوات الاوان في الايتستوليت. ابوك الله يرحمه كل حاجه في حياته كان بيعملها في الايتستوليت. لما كان بيصنع اعلام صنع 20,000 علم مصري اخضر بالهلال الابيض والثلاث نجوم. يقولوا بيه يا حاج؟ يقولوا لا استنوا شويه. ما تبيع يا حاج؟ لا يمكن ملك يتجوز. ما تبيع يا حاج؟ لما جه يبيع كان ايتستوليت، قامت الثوره خسر كل حاجه. لكن ما يقس صنع 30,000 علم باللون الاحمر والابيض والاسود، لسه هيبيع كان ايتستوليت، قامت الوحده بين مصر وسوريا فرح، حط نجمتين، لسه هيبيع كان ايتستوليت، دخلت اليمن الوحده، زود نجمه، لسه هيبيع كان ايتستوليت، انفضت الوحده. وعشان ما يبقاش في الايتستوليت صنع 50,000 علم ب 22 نجمه. ليه؟ مسكين كان مستني الوحده العربيه. وهو من ساعتها مرمين فوق سطوح. طب يا ابوك اتعظ انت بقى واطلع من الايتستوليت بتاعتك دي وحط دماغك في حضن المحامي الكبير اللي بتتمرن عنده، نجاحك هيبقى مضمون. السلام عليكم. السلام عليكم. معمول المضمون المحامي. اهلا وسهلا استاذ مامون المضمون. عايش حاتم منافع هو برضه زميل يعني. اهلا وسهلا بالغالي. والدك الله يرحمه كان بيعزك جدا. أيه. ها الاخوه كلهم متواجدين علشان نفتح الوصيه؟ احنا السته قدامك اهو. انا بصفتي محامي كبير ومسؤول عن فتح الوصيه قدامكم جميعا، لزاما علي ان اقول ان دامت لابيكم ما وصلت اليكم. لا ده مش محامي، ده حنوتي. فاحمد الله وادعو للفقيد بالرحمه. الفتح الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح. بسم الله. الفتح بتاعت الوصية بكام يا استاذ؟ 50 جنيه. 50 جنيه اللي معاها حاجة تطلعها من خير وصية بالفرقة. نازل فين اكتر من كده؟ اطلع. 50 جنيه دول فرقت. اتفضل يا استاذ وخلاص. ارجوكم ركزوا معايا في محتويات الوصيه. اتفضل يا متر. ابنائي يا من وهبت حياتي لاربيكم واسعدكم لتكونوا مفخره لعائله منافع، انتم اليوم فقراء تعساء، ولكني تركت ورائي ثروه هائله تفتح ابواب السعاده والرخاء والطمانينه، وأضع هذه الثروة في يد ابني القريب إلى قلبي، عقل الأسرة النابل وقلبها الرحيم، ذراع أسرة قوي، ولدي عايش. فلا تحسدوه ولا تحقدوا عليه. كلام الزلمة زي الشمس. أبوكم مخبى علينا ثروة عشان لما يموت يسلم العايش أغلى مني. إيه الله يا جديد يا عمي؟ ما أنت لسه مع أبوك بيقولوا بعض الكسال، ولا حسد ولا حقد يا أخي. إيه ده؟ إيه اللي مكتوب في الوصية ده؟ سمعنا اقرا الوصية لا اقرا عليك الليلة. سمعنا. انا مالي ابوكم اللي بيقول كده؟ لا لاني ارى عايش هو انسب من يدبر شؤون الاسرة من بعدي، فهو الان اكثركم علما ودراسة، وهو رجل القانون الذي اعددته لهذا اليوم. ايه كلامة؟ ايه كلامة؟ ما تشوهش ابو الشبوب، فهمني ولا لا؟
إذا كان هو رب القانون فأنا رب التاريخ زي ما تساب له ساب لي. بلا يساب لك بلا يساب لي بلا يساب لكم. ده ولا جنوس الدنيا هتمسح الحزن اللي في قلبي. كمل يا ميكس كمل. أيوة يا عم أبوك سيبلك 300 فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية. 300 فدان؟ أبويا سيب لي 300 فدان؟ ربنا يديك طول العمر يا ابا. ال 300 فدان دول يا اخ عايش مطلوب منك توزعهم على اخواتك كالاتي. ايه هيتوزعوا هيتوزعوا وحدك كمان العمر شكيت شكيت. في واحد في سنك يعمل كده؟ ابوك ميت وهتقول لي شكه 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 شكه. كمل كمل يا استاذ مأمون الملعون كمل. 40 فدان لابن البكر المتيسر عبود. الله يرحمك يا دادي بالفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا لا 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 لا. اما ابني علام 70 فدان. 70 يدخلوني اداب عين شمس. هلا حلو قوي 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 حلو قوي يابا حلو قوي 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 40 و70 100 فل و10 ها. أما بناتي الوحيدة عفاف 70 فدان. 70 بس؟ الله يرحمك بقى يابا. قرت على إيدك شوية يابا. كده 180 طال ها؟ و60 فدان لولدي عاشور. لا اعدل ميزانك يا بتاع البرتقال، اعدل ميزانك. خلاص ما فضلش غير 60 فدان ومفيش غير اخويا عزاز، اعدل ميزانك وما تقطعش منهم بقى. اما ال 60 فدان الباقيه؟ ايوه. الولد الذي لا يمكن ان انساه ولدي عزاز. اه كده ابويا كتب لي الطريق الزراعي. ايه ده؟ 60 فدان بس، انت عارف دواء المحه بكام دلوقتي؟ الفتحه. بسم الله. قفل يا جدع هو. الفتحه وريناها روح خلاص كذا مره. ايه هنهوه من تربته؟ راح راح بقى اعمله ايه يعني؟ الحي قبل الميت. وايه الكلام الفصيح ده يا استاذ مأمون المفهوم؟ انا شاك فيك شخصيا، انت لا مأمون ولا مضمون، وريني كلمني النقاله بتاعك. يا اخي عايش، انت هتقعد وتقعد عشان نكمل ولا اخد بعضي وامشي؟ تكمل ايه؟ اتاري ابويا الله يرحمه بدا الوصيه بالدباجه الحلوه الاولانيه، كلمتين حلوين في حقي، عقل القصه النابغ وقلبها رحيم وده اللي كسبته. يا اخي عايش. بس وانت شبه الخنفسه الحامل بس. يا اخي عايش والدك سايب لك وصيه لوحدك. اوه دادي آه. ايوه انا كان بقول مش معقول مش ممكن ابويا ينساني. كمل يا وش سعد. ولانك انت يا عايش. استنى شويه استنى متصرف على ايه؟ الفتحه على روح ابوك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. ولأنك أنت يا عايش. أنا 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 أيوة بنت. ولأنك أنت يا عايش درة إخواتك وأكثرهم احتياجا وثقتي بك كبيرة. بس بتشائم من الدباجة الأولانية ديت. خش على الأرقام. الأرض دي اديني رقم. ليك 200 فدان. 200 فدان أبوك سايبهم لك. مش مهم مين اللي سابهم لي مش مهم. ال 200 فدان ال 200 فدان دول يا أخي عايش في الجهة البحرية من أرض إخواتك. وال 300 فدان اللي توزعوا عليهم دلوقتي خلي بالكم البند الرابع لهم فقط حق استغلالها. يعني أنت بس اللي ليك حق بيعها. مهاترات مهاترات. ابعد عنه سعادي ده مجنون. ابعد عنه ابعد عنه. دي مش وصية دي سكرة الموت. يعني ايه حتى ابوك بعد ما مات خلاك تتحكم فينا؟ اسمعوني. سيب الخنفسة دي نفسها قصدي حالك. سيب المتر يا اخوانا. ابوكم الله يرحمه كان خايف انكم تقلوا عقلكم وتبيعوا ارض. ايوه الله يرحمه كان بيثق فيا قوي كان بيثق فيا انا بالذات. كمل يا وش السعد هات الخير كله على ايديك. وبما انك يا عايش تدرس القانون وستصبح محاميا. ايوه عليك بقى انك ترجع ارضك وارض اخواتك ال 500 فدان من ايد اللي سرقها. Thank you.
فرحان يا مت؟ لا اصل انت مش واخد بالك، اصل انا بابي فكاهي. خد بالك من النقطة؟ بيقول لك وزع عليهم 500 فدان، ها؟ لا، وال 500 فدان مش موجودين اصلا. في سن الوصية طلعت في سن في سكرة الموت يا ناس. عشتني من الحلقة يابا، حرمتنا وداني. يا خسارة، أنا قلت تغيث وتحلوا عن قفايا. يا ريتنا ما كنا فتحنا الوصية. أكمل. تكمل إيه؟ أنت خلاص كملت علينا كلنا. ولكن أجدادكم كانوا يمتلكون ثروات وكنوز وخيرات نهبتها عائلة الشفاط. وعائلة الشفاط هي عدوكم اللدود على مر السنين. وعليك أنت يا عايش أن تتصدى لعائلة الشفاط لاسترجاع أرضكم العزيزة إلى قلبي. ومقابل أدعمك في قضية السرقة، حقك وحق إخواتك كتبت لك ملكية هذا الدار باسمك وحدك يا عايش. سكرة الموت أنا قلتها. يعني إيه عايش يورث البيت لوحده؟ يعني إيه؟ أبوك ورثك بيت محل لوحدك، واحدة ورثت الهوى. طب ليه ما تقولش البيت ده باسمنا؟ باسمك أنت يا بلطجي بيت منافع، يبقى باسمك المفروض باسمي أنا. طب ليه؟ لا المفروض باسمي أنا، أنا هتبنكر. طب ليه؟ المفروض يبقى باسم انا، لان انا البنت الوحيده هنا اللي فيكم. انا اكبر واحد فيكم هنا، المفروض يبقى باسم انا. بقول لكم ايه، انا مش عايز بالبنت ده غير مترين اعملهم تربه. عيب عيب، ده هو نص متر حدفينك واقف. عيب. كمل يا وش سعد، كمل. اما العربيه الاجره التي تعمل عليها يا عايش، وكمان خسرنا العربيه، اتركها لكم جميعا بالتساوي ترتزقون منها. ومن قراءة العربيه بيعمل ايه؟ العربيه كاتبها باسمنا كلنا، والبنت كاتبه باسمنا لوحده. انا افضل انكم تكملوا ريت الوصيه بنفسكم. تعالوا خلي بالكم، خلي بالكم، العربيه مكتوبه باسمنا كلنا، والبيت ده مكتوب باسمنا لوحدي. ده بتاعي. أيوة البيت وحدي. أيوة انا بتاعي. بتاعي. اما العربيه الاجره التي تعمل عليها عايش فهي ملكا لكم جميعا ترتزقون منها. أيوة. ده ابوكوا ده كان مسخره بشكل. ومن ايراد العربيه عليك عايش ان تسدد رهنيه هذا البيت 40,000 جنيه. هاي دودي هاي. ولكن مهما حدث بينكم لابد ان تظلوا اخوه، لابد ان تظلوا اخوه. يعني يعني ايه كلام الفوسيه ده؟ وصية دي حملة تقيل على قد ما تقدر شيل، هتضل على طول شيال، وده برضو كلام ينقال. الشيلة شعاع من نور كشفت كل المستور، يكفي ان الشيلة قالت لك لك حق ولك دستور. عيني عالحق المديون، سيدي عالبيت المرهون، دي حقنا اللي ورثناها، دي ديون مديونة بديون. مكتوب عليك يا عايش تشيل انت الوصية، وعشان تعيش يا عايش خد بالك من القضية، لإخواتك مد إيدك شيلهم في حباب عينيك. ده أنا عايز حد يشيلني، أنا عايز حد يعيني. إحنا أنتم إحنا إخواتك، إحنا معاك، إحنا مراك، إحنا فداك. مش هنقضي حياتنا سكات، مش هنقضي الوقت عياط. مين ده اللي هيتحكم فينا حتى ان كان عيلة الشفاط؟ باسم اللي خلق منا اخوات، باسم اللي خلق منا اخوات، مش هنسيب عيلة الشفاط. نقطة
الخيرات طعمها له طعم تاني، والنسيم له ريحة حلوة، والكلام مليان معاني، والأمل عاد بالسلامة، والشرف أصبح علامة. قد إيه حلوة الأخوة، وقد إيه غالية الكرامة. عذاب، أنا مش مطمنة دخلت إخواتك عبود وعاشور علينا في نص الليل وسألهم عن عايش بالشكل ده. أنا اتصنبت عليهم وهما بيتودودوا في الأوضة جوه، سمعت عبود بيقول إنه ناوي يقتل عايش. يا لهوي، ليه وعايش عمل لهم إيه؟ سيدي عبود اهمل وسيبنا نتصرف. أنا هتصرف يا سيدي، أنا ليا طريقتي. أنا كمان ليا طريقتي. قولي لي يا شملولة، عايش بيه طبعا ما بيجيش غير وش الفجر. آه يا أخويا، ده بقاله 10 أيام ما هملش، بس الحمد لله الحمد لله ربنا وفقه وقدر يعرف مين اللي حط ايده على ارضنا. اسمه ايه يا بنتي يا عفاف؟ اسمه ايه؟ ايوه، شومان حكيم الشفاط. عفارم عليه، ويا ترى هيشرف امتى؟ هو قال انه هيتاخر في المكتب عشان عنده قضايا كتير، هيتاخر. اه قضايا كتيره قاعدين له، هنستناه مش هنسيبه الليله الا لما نربيه. لازم نربيه. توطي صوتك لعايش يكون جاي يسمعك وتحرج نفسك. ده كان زمان الكلام ده يا علام، كان زمان. بعد ما فضحني وفضح علي التنافع انا بقى اللي اقفله. طب ما تفهمنا يا اخي في ايه؟ الاستاذ المحترم المتر الافوكات وعقل العيله النابغ اللي ممشينا على مزاجه خدع ابوه، خدعنا كلنا. يا فضحتك يا عيله منافع، يا فضحتك. هصرح وانا مالي. الله، ايه الكلام بالالغاز ده؟ ما تفهمونا اخوك عايش عمل ايه؟ الواد ابن عابد اللي من مراتي بتعه كان اتقدم علشان يخطب واحده زميلته في الجامعه، ابوها اللواء ما بهس. اتقدمنا واتكلمنا وكان كله ماشي عالي العال، واتبهيت انا بقى قدامه باخويا عايش اللي هيتخرج من حقوق وبتمرن دلوقتي في مكتب محامي كبير. سعاده اللواء سال على العيله واحد واحد واداني التقرير ده. أخوكم يا حضرات ساب كلية الحقوق من زمان وعمره ما دخل مكتب محاكم. طب سبتي؟ يا لها من نقطة سوداء في تاريخ عائلة منافع. مش دي المشكلة يا علام، اسمع اللي جاي أسود. إيه تاني؟ اسمعوا بقى بيشتغل إيه؟ عايش أخوكم شغال أربع شغلانات، فران في فرن بلدي. حلاوتك يا مفقع. وبيسلك بلعات الصرف الصحي، وسوقها على العربيه الاجره بتاعتنا، وشغال والعياذ بالله والعياذ بالله طبال ورا رقاصه. يا فضحتنا، يا فضحتك يا عيله منافع على اخر الزمن، يا فضحتك. بقول لكم ايه، اوعى تكونوا ناويين تتخانقوا معاه. لا، انا من رايي ان احنا نسرسبه في الكلام واحده واحده لغايه ما نعرف منه الموضوع ده صح ولا غلط. استر يا رب. عفاف، العيال ناموا؟ ايوه يا اخويا. طب حضري لهم اكل احسن، النهارده الشغل كان من غير بوفيه، قصدي من غير اكل. استاذ عايش، مين؟ من هنا ورايح ما تسيبش طبلتك وبدلتك عندنا في القهوه تاني. مش بتوعي دول. عشان احنا بنجدد القهوه. مش بتوعي. وما تخليش الرقاصه بتاعتك صينيه مكرونه تتصل بيك في القهوه تاني. يا حيوان. الولد مش فاهم، قصده صينيه هاني مش سباكيتي. اصل فيها قضيه عندنا في المكتب، رفع قضيه على الواد الطبال بتاعها بتتهمه انه طبل لها والطبله مرخيه. مسكينه البنت تهز يا ويز ازاي؟ مش فاهم انا. فبعتني مستند القضيه عشان اشوف. هنشوف. مفيش ولا ترابيزه فاضيه. لا ده كده يا اخت. ايوه الترابيزات.
الترابيزات بتاعت المحامين في القاعات كلها مشغوله. طب يا عايش يا اخويا قول لي، انت بتلف ورا المحامي بتاعك لوحدك؟ لا معايا الفرقه. ايه؟ ايوه الفرقه، كتبه وسكرتاريه ومساعدين ولبيسه. لبيسه؟ ايوه اللي بيلبسوه التوب. ايه روب؟ ايه عفاف؟ اللي بيلبسوه الروب. اصل احنا اهم حاجه عند المتر ان احنا اللي بنبتدي له الشغل في الاول. حد فينا يقسم له؟ يقسم له الملفات حسب الجلسات. انا بنقر له على الاله كاتبه، هو بيخش على واحدة ونص. واحدة ونص الظهر. واحدة ونص الظهر بيلاقي كل شيء جاهز. فعلا، ما هي دي بالذات اهم نقطة. يا ترى عايش ما بتتعاملش مع رقصات؟ اخلص اخلص، انا اخوك عايش اللي بدرس قانون في كلية الحقوق. انا عايش. دي غطيان كازوزة بدور على الجوائز. معقولة؟ معقولة أنا أطبل ولا رقاصة وأقعد أشتكها؟ أنا لا قلت تشتكها ولا قلت طبل ولا رقاصة، أنا أقصد في المكتب يعني. في المكتب عندنا قضايا كتير، نص ساعة فيها رقاصات ونص تلاف وطبلين على رقاصات. إن شاء الله ربنا هينصر الطبلين بإذن الله. طب قول لي عايش مين بيكسب أكتر؟ بتاع القانون ولا بتاع الطبلة؟ أنت هتفوق علينا؟ والله يا علام يا اخويا، دي نقرة ودي نقرة. وانا عندي فيصل خليل بيحسب الامور دي كلها، يقول لك ايه؟ ادي العيش لخبازه. خبازه ما علينا ما علينا، واضح ان النادي هتتهبل. خلونا فضيتنا احنا، مأمون مضمون رافع قضيتين على الشفاط وموقف مطمئن جدا. أيوة. ولو اني سمعت الواد اللي اسمه شومان حكيم الشفاط ده واد العبان ولاعب ريحته وحشه. ويا ترى عايش ما بتتعاملش في القضايا اللي ريحتها وحشه؟ والله المتر بتاعي معلمني حاجه، ان ما كانتش القضيه سالكه. ايوه لا ما انزلش فيها الحقيقه، انزل فيها واعوص نفسي. المهم يا عايش يا اخويا ما تستناش على قضيه كتير عشان ما تتحرقش. معلش، في قضايا بتبقى عايزه وقت عشان تتخمر كويس. مش عايز لت وعجن كتير، انا ماليش في لت ولا عجن، انا ليا اسوي الصينيه. القضيه والمتر بيكمل. والله رفعت غسالة منافع يا عايش، ولو انك اربع صنايع والبخت ضايع. كويس كويس، ما اعرفوش انهم سته. اوكي، انا جايب لكم معايا 1300 جنيه، 500 جنيه بدل سهر بالمتر بتاعي، و800 جنيه ايراد العربيه الشهر اللي فات لحد ما الطوره باظ وعطلت. طبعا العربية لازم تصلح، عايزة 10,000 جنيه. بس هانت، ادي 1300 جنيه مني والباقي بقى البركة في عبود وعاشور. وبالمناسبة احنا هنطرد من البيت ده إذا ما دفعناش الرهنية 40,000 جنيه. فاحنا عايزين نلم من بعضينا 40,000 جنيه. أيوة. وأنا قدوة، أنا اللي هبدأ، ادي 1300 جنيه مني. أيوة. والباقي بقى البركة في عبود وعاشور، ما أنتوا عارفين الظروف، أنا هجيب منين؟ استلفهم من الرقاصة اللي شغلك ولا سددهم 40,000 عيش او تسلك نفسك زي ما بتسلك بالنعار. ليه عملت فينا كده يا عايش؟ ليه كسرت قلبنا؟ الحمد لله يا اخي ان ابوك مات قبل ما يعرف. منك لله، عيدتني اكتر ما انا عيان. يا حقير، خلعتنا كلنا، عريتنا وعريت عيلة منافع. سبت دراستك من زمان وفاكرينك علامة، طلعت ورا علمة. ما كناش بنقدر نعمل حاجة غير لما نستشيرك أنت الأول. نتكلم يا عايش، ليه عملت فينا كده؟ لسه في حد فيكم عايز يقلع جزمته ويضربني بيها؟ هتستقبله؟ مش عارفين أنا عملت كده ليه عشان كده قدامي حاجة بتنتهي إني أضحي بمستقبلي، أضحي بيكم. بحب مستقبلي عشان اصرف على ابوكم اللي محدش فيكم سأل فيها قبل ما يموت. عشانك يا هانم رجعتيني تسلط هدومك فاضيه مطروده من بيت جوزك. عشان خاطر اخوكوا عذاب اللي قافل ورشه تجارته ومستحلمه مهضه. بقى شغال عيان موظف في القصر العيني. طلبه الطب بتتمرن فيه. ده مسقط وزير صحه سابق قبل كده ده. ولا اخوكوا علام. علام اللي كل شويه هات يا عايش هات يا عايش. بعد ما طلب من التدريس لانه شايف تاريخنا كله مزور. في الوقت اللي كان فيه عبود وعاشور عمالين يجروا هبوا كروشهم ويكنسوا لانهم مطمئنين ان ابوهم عايش الحمار شايل حمل عيله منافع على كتافه. ده غير حمل ولادي السبعه.
ولادي السبع لازم أأكلهم وأشربهم وألبسهم وأعلمهم. أنت تستهبل، هم كانوا ولادك؟ ولاد مراتي. ولا ولاد مراتك؟ ولاد جوزها. طب أعمل لك إيه يعني؟ وكمان مش ولاد جوزها، ولاد مراته الأولانية من واحد تاني خالص. يلا قدري كده، قدري اتجوز واحده صعيديه تمدي بعد ست اشهر، وقدري العيال يحبوني يتعلقوا بيا وما رضوش يروحوا لابوهم العاطر السكري. بس مفيش حد فيكم سال نفس السؤال، انا اتجوز واحده عندها سبع عيال ليه؟ بس عشان كنت اخلص من تعمينها غنيمه. غنيمه الغوريلا احدى سلاحف النينجا. وعملاني كوتشينه في ايديها، ده اخر كارت انا بلعب فيه. ربنا مش هيصلح حال لما ياخدها، ربنا ياخدك يا غنيمة يا بنت عمي. يا نهارك اسود! ويرجعك تاني لو عايز. ده انا اللي احسنك على عمرك، وانا اللي فاكراك اتجوزتها عشان تغصني. هي اللي غصتني وماتت بعد ست اشهر وفتحت لك السكة تاني. هل امي؟ وانا مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. عايش انا وانت بنشرب من مية نيل واحد، يبقى لازم نتجوز. وعظمة؟ طب انا ما كنتش اعرف اتصرف ازاي؟ اطلب من الحكومة تعمل لي نيل لوحدي اشرب منه يعني؟ حتى لو عرفتني هتموتي نفسك علشان اروح حتة طبال. وياكلك من عرق العصا. كفاية حتى كده عبود عايش مع بلمش. استغفر الله العظيم. لا اجرم، وانتوا كمان اجرتوا زيه. الفلوس قدامكم اهي، دي مش فلوس حرام؟ مش دي برضه من عرق العصا يا فاسك؟ جرى يا عبود، جرى ايه؟ ما انا شغال شغل كتير شريف يا اخي، شغال فران وفي الصرف الصحي وسواق على عربيتكم. خلاص فرحان قوي انك ماسك عليا طبالة رقاصة. طب ايه رايك بقى اللي بتقبضهولي رقاصة ده اضعاف اضعاف الملاليم اللي بتساعد بيها اخواتك؟ انت فاكر يا عبود ان الطبال في الكباريه كل الناس شايفاه وهو مش شايف حد؟ لا اصلحك معلوماتك، انا بطبل ورا الرقاصة عين على جسمها والعين التانية على الزباين في الصالة. وشفتك يا عبد. ايوه شفتك في الكباري اكتر من مره، وانت بتغني بالالفات تحت رجل رقاصه درجه ثالثه بترقص برجل واحده وهي قاعده وحامل في السابع. يعني بتقبضولي رقاصه من فلوسك ومن فلوس اللي زيك؟ كان نفسي افتخر بيك وخش رقاصه واقول لها يا معلمه اللي لما تحت رجليك الالفات دي كلها يبقى اخويا الكبير عبود. بس اتكسفت وكتمت لما لقيتها بتتريق عليك وقرفانه منك ومسمياك ابو رياله. عليه العوض ومنه العوض. خلاص خلاص يا علام. يا خساره. خلاص ربنا يبارك لنا فيك انت. يا خساره الحجرين اللي طاروا من نافوخي. اخي اخي عليكم يا ولاد عمي، اخي اخي علمتوا فيه، موعت نفسي، انا مش عايزه اشوفكم تاني، انتوا قرفتوني. كانت كل قرف صفيحه زباله قرفانه من الدبان. الحمد لله اشكرك يا رب كده خلصت منها. بس انت عايش كبرت في نظري واتمسكت بيك اكتر. ولا عايش ولا عايش، ده اخر موقف بيني وبينك، ومن هنا رايح علاقتنا مقطوعه. ليه يا عبود؟ مهما حصل بينا لازم نفضل الاخوات. ومن النهارده تلزم حدك وتعرف وضعك، انت مستعيش تتكلم اسمين على الطالب يا حقنا. طب ورانيه البيت اللي هنطرد منه بعد شهر ده؟ عايش يجيب منين لوحده 40,000 جنيه؟ البيت مش ابوك هتبقى له باسمه؟ أيوة. تبقى مشكلته، وعشان نخلص بقى من بعض خالص انا ليا فلوس العربيه عايزها. ما العربيه عطلانه ولازم تتصلح. انا ياما صرفت على العربيه دي وما استفدتش منها حاجه. يا سلام، ما ياما العربيه دي جابت لك زمان يا عبود وهي اللي موقفاك دلوقتي على رجليك. وانا ايش عرفني الفلوس اللي بحطها في العربيه ولا الايراد اللي بيجي منها بيروح فين؟ بس كل شويه هات عشان العربيه، هات عشان العربيه. مالها العربية يا عبود؟ انت كمان هتتكلم على العربية؟ والله يا اخويا دي ما عدلتش غير كام مرة بس. لا عدلت كتير، واخوك علامي تبع العربية من ساعة ما ابوك اشتغل ويقول لكم على تاريخ العربية معانا ايه؟ العربية كانت في رونقها وازدهارها في الاندلس. فتحته يا اخويا فتحته. هدي في الباب لا يرحل اخش ادوله على قفاه. العربيه في الاندلس كانت ثوره فكر وعلم وارتقاء وفن. غرناطه يا غرناطه. يا جدع انت فوق، احنا ما بنتكلمش على العربيه بتاعت الاندلس، احنا بنتكلم على العربيه بتاعتنا احنا.
ده انا اللي شاري لها الكف النحاس ابو خرزه زرق. يا خوفي يا خوفي لا يكون الكف النحاس ده هو اللي نحاسها. والله ما نحس العربيه غير الموتور الجديد اللي ركبته ده خرب بيتنا. اصله موتور امريكاني. موتور امريكاني يشفط البنزين شفط. حلو عدل حلو خلاص. يبقى العربيه دي لازم تتباع. اه وانا بنصيبي هدخل اقعد في المستشفى اتعالج واعمل لي 5-6 عمليات واظبط نفسي كده بقى. وانا بنصيبي هصرف على عادية طلاق. عايز اجيب مناخير جوزي تحت رجلي لحد ما يخلف. وانا فرصتي اطبع كتابي ورقه الدروسيه ان شاء الله في مجله ميكي. اخوانا يا اخوانا العربيه دي هي اللي لمعنا. دي الحاجه الوحيده اللي فضلت بينا. كل واحد يشوف مصلحته. العربيه دلوقتي كبلها بتاع 60,000 جنيه. كل واحد ياخد نصيبه ويحل مشاكله. طب كويس بقى انا مش لاقي اكل وما معيش فلوس وليه حقوق في مصنعك عاوزها. ما اسمهاش حقوق دي وهبه انا بديهالك. نعم يا اخويا وهبه. ايوه وهبه. لا ما فيش غير دلاء ولا في وقتك. عندك كاس الرجاله اللي هيمد ايده على عبود هكسرها له. اللي عايز يتضايق من ده في جيبه معاك كده. انا اتحرف واحد تيجي زيك نجس. ده انت قليل الادب صحيح. ما تحترم نفسك يا عبود. زمان اهلك اعلام اتنين اخوات بيتكلموا مع بعض. مالك انت؟ ما تحترم اخوك الاكبر منك يا بني ادم انت. قلت مالك كمان كلام الرجاله ما تخونش 60 داهيه. لا اتكلم مع اختك عادل يا حيوان. انت مال اهلك يا عايش؟ انت اللي ولعتها يا عبود. ربنا يديك مرض على قد فلوسك. انت عم تسكر عليك. سكر عليك. ايه اللي جرى لكم يا المنافع؟ دي عين وصابتنا وحيد الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده احنا اخوات والعيشه ما تهونش غير على اولاده الحرام. ايوه ماما حصل بينا نفس وسيط ابوك ونفضل اخوات. مظبوط يا فاف. لازم نفضل اخوات فعلا. الضف ما يطلعش من لحم. والدم عمره ما يبقى ميه. والميه اللي في الجوز عايزه تتغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم 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 الشيطان ما يخشش بينا. نخسر أي حاجة ونفضل إخوان. مظبوط مظبوط يا عذاب. لازم لازم نفضل إخوات. إحنا نشوف إيه اللي بيزود المشاكل بيننا ورايح أبوكوا في تربيته ونفضل إخوات. نشوف إيه المشاكل اللي بيننا. بس المهم المهم نفضل إخوات. والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. نسده. المهم نفضل اخوات. اول هام الفلوس والسلف لما بيخشوا بينا بيحصل خلافات. خلاص مفيش حد فينا سالف التاني. المهم نفضل اخوات. ثاني هام لما بنشتغل مع بعض او ندخل في مشاريع بيحصل بينا فرقه وخناقات. خلاص مفيش شغل بينا. المهم نفضل اخوات. تالت هام احنا لما بنتناقش في شيء كل واحد فينا عايز يمشي رايه على التاني فبيتربى في الفصل عداوات. ماشي مفيش بيننا مناقشات ومحدش فينا يكلم التاني. مهم نفضل اخوات. رابع هام لما حد فينا بيتخانق مع اخوه لو حد فينا اتدخل بينهم بيشعل الهدر ويبقى بيننا كلنا ازمات. كويس قوي. خلاص لو حد مننا اتخانق مع اخوه او حتى ضربه محدش يتدخل. خليك عادل ان شاء الله حتى يتدخل. خليك عادل. انت يا مصدق ده من اللي جاي. مين اللي جاي؟ خلاص يا اخوانا خلاص مفيش حد فينا يتدخل بين اخوه واخوه ان شاء الله يموتوا بعض. نفضل اخوات. خامس هام احنا لما بنزور بعض كل واحد بيشوف حال التاني بيحسده وممكن يوقع اهل بيته ببعض. خلاص بلاش نزور بعض. خلاص بلاش نزور بعض. وهي العربية هتتباع. العربية هتتباع ومش هيفضل بينا حاجة. كده بقى كلامنا واضح وكل واحد فينا عارف هو عايز ايه. عايزين نفضل اخوات على الورق بس في شهادة الميلاد
وكل واحد شو مصلحته. ماشي تعالوا قربوا مني يا اخواتي، تعالوا ندعي ربنا الهي وانت جاهي فرقنا كمان وكمان. امين. وما يجمعناش ابدا من تاني. امين. ومحدش فينا يشوف خلقه اخوه. امين. اللهم حنن قلوبنا على اعدائنا. امين. اللهم قسي قلوبنا على بعضنا. امين. اللهم اجعلنا نتقبل الخوازيق من اعدائنا. امين. اللهم اكفنا شر بعض. امين. وانصرنا على بعض. امين. وشمتنا في بعض. امين. اللهم قومنا على بعض ووقعنا في بعض وندف في وش بعض ونبقى اخوات ان شاء الله. المقول ما كانوش يستجروا يقربونا عشان كده فرقوا بينا. باه يبقى ما فيش قدامنا غير حل واحد، اننا نرجع لابونا تاني. واه ونعاود في الذل تاني. ما احنا ما نقدرش نعول عايش همنا كمان، العربيه هتتباع والدار هياخدوا منه. المقول اما تكلف خشمك قفل. المقول عشان يعدوا نهر الفرات عملوا جسر كتب من مكتبة بغداد عشان تعدي عليها خيولهم. مؤامرة! إنها حقا مؤامرة! يا علام يا علام، صوتك جايب آخر الحارة. هو أنت علام التاريخ بتاعنا ما فيهوش غير مؤامرات ودسائس؟ ما هي مش عيب؟ عيب قدام الأطفال، قدام الأطفال ماسك جوزة وفيها معسل. ده حشيش يا بوب! استغفر الله العظيم. قول مشي قول مشي، وانت انزل دخل الهمامه دي داريها جوه الست اللي حشينا العربيه زمان على وصول. ايه مالك عفاف؟ مالك يا اختي؟ مالك حبيبتي؟ بتعاطي ليه خير؟ قضيه طلعت اتاجلت تاني. تاني؟ والمخفي جوزي مسكني في المحكمه وضربني حته دين على ضربك جوه المحكمه؟ ايوه قدام القاضي؟ خلاص اشتكي في الشارع. ما خدتيش معاك اخوك عذاب ليه؟ ما انا اتضربت معاه. المهم الوليه اللي حصلت لي العربيه لسه ما جاتش. وليه؟ ما تحس بنفسك يا بني ادم، دي مليونيره. يلا يلا اطلعوا كلكم على الجراج، شلوا العربيه لوقوها ولمعوها وضبوها وحطوها قدام باب البيت. انا طالع اجيب ورق العربيه بس انضرب في سطوح. كده العربيه اتباعت وهنستر نفسينا وممكن نسوي الهوايل لو رجعوا لنا ب 300 فدان. يا سلام، 300 فدان ونزرعهم مخدرات. يا دي المخدرات اللي لحست مخك يا علام. الحقوا الحقوا يا اخوانا. ايه؟ عربيتكم وضعت الجراج. كل ده ورق العربية، صور عود ملكية من أيام ما كانت على الزيرو. ناس راحت وناس جت، كل دي مخالفات. العربية تغيرونها يجي خمس ست مرات. عذاب! والله هو ده الفال الصح. عذاب ورق عذاب لو موجود يلا رد عليا. ايوه مين؟ انا زغلول. عذاب عندك عايش؟ لا راح مشوار. طب لما يجي خليه يتصل بيا. طيب بس انت ما تشغلش الماسوره بقى. ها اصل بتوع المجاري عايزين يسلكوا البلاعه اللي عندكم.
دي المجاري ويا دي البلاعة اللي عندنا، جايين نضيف مؤمن بلاش فضايح، خليهم يخشوا قبل ما يوصل الضيوف بسرعة. سلام. سلام ورحمة الله وبركاته. هاي. غريبة، هتنزلوا فيها ازاي بهدومكم دي؟ هننزل فين؟ انتوا مش جايين تعينوها؟ ايوه جايين نعينها. طيب هتنزلوا البلاعة ازاي بهدومكم دي؟ انتوا حاطين العربية في البلاعة؟ في العربية، متأسف حصل خلط. خلاص انتهينا، أنا مدير أعمال الهانم اللي هتشتري العربية. عايش حاتة منافع الهبلاء العربية. الهانم مستنيها بره ولسه واصلة من أمريكا حالا، لازم نوضب لها ركن عشان تقابلك فيه. حالا هوضب لها ركن، هخليها تحس انها ده مع اكبر تاجر سيارات في امريكا، عايش موتورز، هحسسها انها ده بالقى مكان في امريكا. طب وهي ما تشرفنيش في مكتبنا ليه يعني؟
الآلي ما تقدرش تستغنى عن الفاكس والتليفونات. طيب انا ما اقدرش استغنى عن الماسوره والكومه ساعتك شايف. اتفضل الهانم ما عندهاش وقت. طب مين اللي معاها دول؟ دول البادي جارد بتوعها الحرس. جست مومنت بليز. جست مومنت. جست سكند. يو نو سكند. نظام السكيورتي يعني مش اي كلام. ايه اللي دخلك ورايا؟ انا بنادي على محمد. انا قلت يا سيدي رمه انا نزلت لك. ليه فتحت ليه بس؟ طب اتصرف ازاي دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ الله يخرب بيتك. ده منظر بادي جارد برضه. حاول تخرج بشويش من غير ما. لا تعالى تعالى مش من الباب مش من الباب. اطلع من الماسوره اطلع من الماسوره. اطلع وسلكها معاك وانت خارج. سلكها معاك. الله يخرب بيتك. ما لبستش كرافطه ليه طيب؟ امسك ده. ده كانه توكي ووكي يا سيدي. تحليل ايه؟ مش فاهم انا تحليل. انت تمسك الكوز جاي عايز تحلل؟ مش كده فعلا عرف طول النهار في الحرب. بلاش اقعد بقى بلاش فضايح. في ناس اجانب. الله. وانت واجهه بالنسبه للبلد برضه يا اخي. انا جايبك بادي جارد. حسيب انت فاهم يعني ايه بادي جارد؟ افهم. وانا بتجول. لا بتجول ليه نركز في حته واحده بس؟ بلاش امسح امسح امسح. وانا بعمل جوله ميدانيه عايزك مطرح ما اروح غطي ظهري. الو ما الو ما ايه يا بابا؟ يا هشيلك بتاع حبيبك يعني. تمام. افرق جسمك افرق جسمك قوي قوي. اقول لها ايه؟ اقول لها بدي كارد حامل يعني ولا ايه؟ اطلع بالمسلز اطلع بالمسلز اطلع بالمسلز جيبك المسلز جيبك. انفخ عضلاتك انفخ. ثواني هاني ثواني. هتشوفي شوارزنجر مصر. شوارزنجر ده شوار عادي. لا اله الا الله. اول مره اشوف سلسله ظهر واحد في بطنه. اتصرف معاك ازاي دلوقتي؟ بص بقى مطرح ما اروح الدالة فيا الدالة فيا بقى. الو مان. خلاص مش شايفك خلاص شايفك. الو الو. جود ايفنينج جود ايفنينج. ثانك يو ماي 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 ماي. اعمل زيه اعمل زيه. هي دي اللغات اللي عندك؟ هي 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 هي. بتستعملي ايه؟ لا شوفي الرمة بتاعتنا بقى. كمان كمان. هلو نايس تو سي يو سيت داون بليز. لا خلي بال سعادتك ما تزنيش نفسك في لغة أجنبية معينة. خليكي فري. كلميني بأي لغة عالمية أنت عايزاها. إحنا لينا في كل اللغات الأجنبية. أوكي وات إز يور. بس أنا أفضل نتكلم عربي عشان الأستاذ يبقى فاهم إحنا بنقول إيه. أنا جاهل بعرف إنجليزي. والله؟ لا انا اعرف الماني. جود في هايزنج. كان ساكن عندنا بسافر دلوقتي. وبعدين وبعدين بقى معانا بنفضح. انا عمليه جدا ما
بعد شويه. لا هاني بلاش الدخله دي، ده احنا ولاد بلد وحلوين قوي. نشرب حاجه الاول وبعدين تشتروا، ما تشتروش مش مهم، نقوم بنوم بالواجب. ده معرفه الناس كنوز، ناخد رش جريه كلنا مع بعضينا، احنا ابو الكرم كله. نشرب حاجه كلنا، نبدا بالهاني. هاني تشرب ايه؟ بانانا بول. عصير زلوش. ماشي. كابتشينو. عيش فينو. عايزاه طويل ولا عايزاه؟ مادموزيل تشرب ايه؟ تشربي حاجه. شربي حاجه ستك هتشرب. شربي حاجه. مش حضرتك مدموزيل برضو؟ نو والله مدام. نو نو أمك. ما أنا عايش شحاتة. أنا عايش شحاتة بس تلاحظوا علي
وهي في نفس الوقت مش عايش شحاتة. يا هانم اسمه عايش وابوه اسمه شحاتة. يا ابني الجنية جابها. انا عايش وابوه شحاتة وجدي منافع. اقدم لك نفسي، انا اميرة كامل. اميرة كاي؟ اميرة كامل. مل عايز تبيع العربية بكام؟ شوفي بقى دخلتي عليكي مكتبك تسوى كام. تعالى شمال شوف لي ايه الفاكس ده، لا مؤاخذة وانا عطلت شوية. لا انتوا بتعملوا شغل في اي مكان تخشوه، ربنا يرزقنا برزقكم يا رب. لقوا لحضرتك العربية الانجليزي القديمة بنص مليون استرليني. اه نو اشتريت. والعربية الفرنساوي القديمة بتلات اربع مليون فرنك. اشتريت. والعربية الألماني القديمة بنص مليون مارك. اشتريت. والعربية الروسي الجديدة بمية وعشرين دولار. الروسي الجديدة بمية وعشرين دولار؟ لو منك بقى أستعر ومركبهاش. المجموعة بتاعتي مش هتكمل غير بالروسي. ايوه بس خلي بال حضرتك الروسي دي عتمانة خالص. لا فعلا دلوقتي اليومين دول تعبانين قوي 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 قوي. ما هي دي فرصة نفككها ونستعملها قطعة غيار. لا ده غرومة. قصدي برم، قصدي صيعة. انا ما قصديش حاجة. انا عايز اقول لسعادتك الاوتومبيلات دي كلها كوم وعربتنا احنا كوم تاني. هوبا دي تخض. خلصنا. عاوزين تبيعوها بكام؟ نص مليون دولار. ايه؟ نص مليون زرار. مشوها ربع مليون دولار. معقولة؟ انا مخي جزر مادام مسكت على 150 الف دولار والله منقص عن 100 الف دولار. ايه اللي بتقوله ده يا عايز؟ 70 الف دولار كتير؟ لا مش ممكن. لا ما تقوليش بقى ان انا ما تسهلش 40 الف دولار، ده انا هديها لكم 30 وترسل عليكم 15، ايه المشكلة؟ لا لا مليون دولار. 10,000 دولار. طب مليون ونص دولار. مليون ونص دولار؟ اي العربية انا واخواتي ولا؟ العربية بس. مليون ونص دولار؟ اي بس التسجيل عليكم معلش. اوكي ماشي ماشي. وانتي هتسلمي العربية حتة حتة. اولا الابواب بتقفل من لمسة بالهفة كده، بالهفة بتقفل. التابلو تابلو طيارة. الدريكسيون سايب في الايد زي حلقة الملبن. ولا الاكسدامات. اكسدامات ايه؟ تخش في الجبل، تخش في الحجر. ولا العجل. العجلة بتجري ولا العجلة عايزة تطلعها مش عارفة. ولا الشكمان والبربريز والمرايات دي عليها ضربة مساحة. ايه ده؟ فين ميتها؟ العربية اتحرقت. حرقت؟ مين اللي حرقها؟ أنا. ممكن أستأذن؟ متصل حضرتك. عنتر مين اللي حرقها؟ ولاد الحرام كتير يا عايش. يعني إيه؟ العربية ضاعت؟ وطول أي طلع ضاعت. طول أي طلع؟ طول أي طلع مين؟ اللي ضاعت لما ولاد الحمول اتخانقوا. يا غلع أنت فوق فوق. أنت مش زهقان من المصيبة اللي إحنا فيها؟ العربية ضاعت ضاعت. ايه يعني العربية ضاعت؟ ما القومية قبلها ضاعت والأندلس ضاعت والقدس ضاعت كله ضاعت. اشتري ايه؟ دي مفككة. يا سلام
ما انت كنت هتشيل الروسي وتفككيها، هي عربيتنا متفككه جاهزه هيت، ولا انت عايزه العيال تقعدي تفككيها بايديك؟ هي متفككه قدامك 60 حته. ايه ده انت بتعيط للدرجه دي؟ العربيه كانت تهمك يا اخي؟ اشياء كنت متعلق بيها يعني يا ابويا؟ هتضربي في الشارع؟ ايه هتضربي في الشارع؟ يبقى الهم المدرسه كمان يا ابوي. ده من كنيستك لو عايش حرف، يلا طبي ساكت منك ليه؟ باه ما تتماسك يا ابوي، تماسك هم البقعه وينعيب يا ابوي. بس يا كئيب، بس يا عارف. ده شغل نسوان يا بو. يلا شعب مسجوع، يلا شعب مسجوع، يلا يلا منك ليه شعب مسجوع؟ يلا طب ارجع كبري لمك منك ليه؟ هلا ايه ده؟ هما دول ولادك؟ ايوه ولادي. ازاي؟ دول بيتكلموا؟ عارف عارف بيتكلموا صحيح، انهم مش ولادي ولاد مراتي، ولاد صاحبي اتجوز 6 اشهر وما اكتشفت انهم مش ولادها ولاد جوزها، مش ولاد جوزها ولاد مراته، ولا واحد تاني. خلاص اتفهمت. فهمت، انا اسفه. بس انا بتسيني السؤال ده 100 مرة في اليوم لمجرد انهم يفتحوا بقهم قدام حد. خلاص خلاص انا اسفة، بس انت عصبي ليه؟ يا هاني سيبيني في حالي وراجعي حالي، بقى سيبيني في المصيبة اللي انا فيها. طبعا اذنك. مع السلامة. وانا اسف اذا كنت خلقت عليكي. لا ابدا، بس اسمح لي اقول لك حاجة، انت متشائم زيادة عن اللزوم. يا هاني شايفاني قاعد على عربية ايس كريم. هتفاهم مناسبة ايه؟ مناسبة العربية اللي اتحرقت ولا البيت المرهون ب 40,000 جنيه هطرد منه كمان اسبوعين وبيت في الشارع انا ولادي؟ يا خبر، انا اسف عن اذنك. مع السلامة. بس مش المفروض تشوف الدنيا بمنظار اسود، لازم يكون عندك ثانية واحدة هسمع لك كل المسكنات اللي هتقولي لي عليها، لازم يكون عندك امل، شيلي النضارة السوداء من على عينيك، اضحك للدنيا تضحك لك، يا بخت من بات مغلوب، اللي يجي في الريش بقشيش، اللي ما يحطكش كحل في عينيه ما تلبسه الشرف في رجلك، مش كده؟ مش عارف اقول لك ايه، انت كده قفلتها خالص. هي لوحدها متقفله دخلتي. ايوه بس مهما حصل في حاجه اسمها العزيمه. ثانيه واحده هرصها لك. العزيمه والاراده والاصرار والصبر والمصابره والجلد والجمود والصمود والتحدي والتصدي والكفاح والنضال والاقتحام والالتحام. حفظناهم يا اختي، حفظناهم، حفظنا كل الشعرات دي من اول الشعر الاكبر. ارفع راسك يا اخي مرورا على شد الحزام على وسطك نهايه بالمصريين امها. بس دي قضايا بتاعتي، دي شعرات بتاعت قضايا كبيره عايزه وقت طويل، انا ما عنديش وقت، انا كل اسبوعين اترمي الشارع على اولادي. ايه ده؟ يعني ايه؟ مفيش حد يساعدك؟ هو ده قانون اللعبه. القوي او الغني او اللي عنده نفوذ لازم يدوس على الضعيف ويقف يتفرج عليه زي ما يكون شمتان فيه. بس انا حاسه انك مش ضعيف. وانا متاكد انك مش شمتان فيه. شفت؟ مع اني غنيه جدا وعندي نفوذ. بيقول لك صوابعك مش زي بعضيها، كفايه قوي انك واقفه تسمعيني. اللي وقفني اني بضعف قدام اي انسان مظلوم. ايوه مظلوم. مظلوم في كل حاجة، حتى في أكل عيشي في رزقي. المعلم صاحب الفرن طردني من الفرن لما عرف إن أنا شغال في الصرف الصحي، قال إيه أرفام رحتي؟ مع إني شايف ارتباط وثيق بين الفرن والصرف الصحي، في الفرن بدي عيش، في الصرف الصحي باخده تاني بس مطور، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة لما رحت الصرف الصحي تاني يوم لقيتهم برضه طردني لما عرف إن أنا شغال طبال ولا رقاصة؟ أنا ذنبي إيه الرقاصة بتطلع ترقص قدامنا كلها برفانات وكليات بتلزق في جلدي، رحت الصرف الصحي تاني يوم بالبرفانات دي لقيت كل الزملاء صدقت مناخيرهم مش طيبة يا جماعة. مظلوم حتى في دراستي، رابعة حقوق مش عارف آخدها، 7 سنين أسقط فيها لأني ما كنتش عايز أخش حقوق، أبويا الله يرحمه هو اللي أصر أخش حقوق، أقول له يابا يابا أنا بحب السياسة وعايز أشتغل في السياسة، يقول لي لا يا أنا عايزك تطلع راجل محترم. أقول له ممكن ممكن يابا بس سيبني أشتغل في السياسة، يقول لي لا أنا عايزك تجيب لي الناس حقوقها مش تاكل حقوقهم. مظلوم يا هانم مظلوم، مش عايز أصرف معايا أطفال أبرياء مالهمش أي ذنب. أنت إنسان شهم ونبيل، كفاية إنك بتربي أطفال مش ولادك. لو كل واحد حب أطفال غيره زي ما بحب أطفاله هيبقى في رحمة بين الناس. مش عارفة ليه حاسة إن عرفك من زمان، أنت هزتني. مع إني ما طبلتش، أمال لو طبلت عليك. لا يا عايش لا، لازم يكون عندك أمل، لازم يبقى في عدل، في حب، في رحمة، وعلشان قلبك ما ينكسرش، لازم يكون في قلوب تلين. مش عارفة أقدر أعمل لك إيه. مظلوم حتى في دراستي،
رابع حقوق مش عارف اخدها. 7 سنين اسقط فيها لاني ما كنتش عايز اخش حقوق. ابويا الله يرحمه هو اللي اصر اخش حقوق. اقول له يابا يابا انا بحب السياسه وعايز اشتغل في السياسه. يقول لي لا يا ابني انا عايزك تطلع راجل محترم. اقول له ممكن ممكن يابا بس سيبنا اشتغل في السياسه. يقول لي لا انا عايزك تجيب لي الناس حقوقها مش تاكل حقوقهم. مظلوم يا هانم مظلوم مش عايز اصلي معايا اطفال ابرياء ما لهمش اي ذنب. انت انسان شهم ونبيل كيفية انك بتربي اطفال مش ولادك. لو كل واحد حب اطفال غيره زي ما بحب اطفاله هيبقى في رحمه بين الناس. مش عارفة ليه حاسة ان عرفك من زمان. انت هزتني مع اني ما طبلتش. ما لو طبلت على لا يا عايش لا لازم يكون عندك امل. لازم يبقى في عدل في حب في رحمة. وعلشان قلبك ما ينكسرش لازم يكون في قلوب تلين. مش عارفة اقدر اعمل لك ايه. ولا حاجة. لا يا عايش انت ما تستاهلش الشفقه. ربنا يكرمك. نعم. انت تستاهل ان حد يقف جنبك ويحتويك. شايلين الشنطة. ثم مين مين دول؟ دول ولادك يا برنس. نو دول ولاد كلينتون. يا بني انت ما قلتش. بس يخرب بيتك الصوت مش راكب على الصورة. بس صعيدي على كوبوي. وايه ده؟ ايه ده كله؟ الحاجات دي جبتوها منين؟ ايه تحت السهبل؟ امسك. اه
لست وحدك. دي أخبار اليوم. بس أنا لسه هاجي لكم من ليلة القادر وبريد الأهرام. أنت هتتجوزها بدليل إنك اتمشيت معايا امبارح على الكورنيش. وده إيه علاقته بجوازي؟ نفس اللي حصل لما جيت تتجوز المرة اللي فاتت. قعدت تقنعني 3 ساعات إنك تجوز عم عبد المكواجي. أيوه عشان يفيد لك وشك. قصدي يضمن لك مستقبلك. اخلص. امبارح على الكورنيش كلمتني عن عم زين المزين. بس ذنبك على جنبك يا عايش. لو فكرت بس تتجوز غيري. امشي. عايش. انا وانت عارف انا وانت بنشرب من ميه 2-1. ما هو كان مين ابوكي؟ من هنا ورايح اشرب ميه 2 ارحم. يا باي على ارتباط ابدي مهبب بسنيني ده. هتعمل ايه دلوقتي يا ابوي؟ والله انا مش ساكت. اديني بسعى. انا هجسلكوا تحت كوبري الجامعه. عرضوا عليا تحت كوبري امبابه وقلت لهم لا عشان العيال لما يكبروا يخشوا الجامعه نبقى قريبين من الجامعه. يا ابوي ما تشغلش بالك بالديون. مش جايز في امل. واللي هياخد الدار بكره نصب عليه قوم يا شلك الدين. والله بالنسبه للديون احنا عندنا ديون فظيعه. مش حاسين بالمصيبه اللي احنا فيها ليه؟ في ديون واحد الدفع مش عايزه مناقشه. اتفضل اللي هناك الوصايه. اتفضل. باه اشمعنى من كامل كلب هرك وشفقت علينا يا ابوي؟ ها والله ده كمان شيء غريب مش قادر افهمه. ده شيء في منتهى الخطوره. وان اللي انا عايزكم تعرفوه يا اولاد ان احنا مقبلين على ايام سوده. ايه ايام سوده جايه سواد كاحل. ما احنا من يوم ما اتولدنا وايامنا كلها سوده يا بوي. والله اللي جاي اسود من الشهر. وان مش احنا بس. أنا بس الحارة كلها متنقلة ب60 نيلة زي ما احنا عارفين. مش واخدين بالكم من الموقف اللي أنا فيه ولا إيه؟ أنا إخواتي سابوني وبقيت بطولي. وياما اتكلمت مع الإخوة نحط إيدينا في إيدين بعض مفيش فايدة متربسين دماغهم بشكل غريب. أنا كلام ثاني دنيا ده. أولا مجموعة إخوات مش قادرين يقعدوا مع بعض النهاردة. ومرة قعدنا قعد دادا يقف أدخل دادا يخرج معلش يعني. هذا كلام ما ينفعش. وإن أنتوا ناسيين موضوع الأخ الثاني. مفيش داعي نتكلم علشان أنتوا تتكلموا على الديون. انتوا كتير وما بتشتغلوش. طب اجيب لكم منين؟ لكل واحد عشان مزاجه يضرب لي 7 طرط انا اكله واشربه وعلمه. وعم تخلفونا ليه؟ يا ابني مش انا. ابوكم هو اللي خلفكم. وما تخرجنيش من ال لازم تعرفوا يا اولاد لازم تعرفوا ان انا صريح. انا ما احبش تفاؤل. ما احبش تفاؤل. انا ممكن اعمل لكم البحر طحينه تغرقوا تقولوا ده اللي غرقنا في الاخر. احنا محتاجين معجزة في زمن تايت فيه المعجزات اساسا. اتفضل. كفاياك يا ابوي كفاياك. غمتنا وكأبتنا وجبت لنا المرض المخفي. طب عال 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 عال. يعني ما تقول لي يعني ايه؟ هي يعني ايه يا ابوي؟ هي يعني ايه ما بيجي فايدة يا ابوي اعرف عليها؟ نص كلامك فرح ونص تاني محزنة. حملوه الحل. يلا بينا اللي ما خرجتنا قبل ما ننام. يلا بينا. اللي ما يقف في الوادي الا ما تبغى تهبب ايه؟ انا اهبب ايه؟ طب تعالى افهمك حاجه. همني. استني هفهمك. همني. استني هفهمك. همني. ايه في ايه؟ يا ولا حوش حوش
تحوش اللحمه على الجنبين حوش. امشي 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 وانت هنس اصبع المحشي اللي وقع منه الرز. امشي. بعيد قوي. معقولة؟ اكمنها طبطبت عليك وصعبت عليها ودمعت لها دمعتين وجابت شوية هدايا للعيال، ده معناه ان في حاجة؟ انا فين وهي فين؟ انا هنا عايش. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك دخلت علي على غفله ف اصل نسيت الاشارب بتاعي عندك وخايفه تعمل لي عمل. يا هانم بفلوس العمل اكل العيال احسن. بالمناسبه اشارب حضرتك كان فيه رسمه حمار. ايوه اصل بحب الحمار قوي بتفائل بيه. ده من اصلك يا هانم، ده من اصلك. انا مش عارف اشكرك ازاي على كل اللي عملتيه معايا ومع الاولاد. كفايه قوي ان حضرتك شغله نفسك بينا في وسط مشاغلك ومصالحك. اطمن، انا دلوقتي فاضيه لك انت اولادك واخواتك، مش هسيبكم، هفضل وراكم لغايه ما الكل يرتاح. ربنا يريح قلبك يا هانم. انا البيت ده سحرني، مكان جميل، يا خساره هيضيع عشان مبلغ تافه، وانا مش ممكن اسيبك انت اولادك تخرجوا منه. ممكن اساعدك، هدفع لك 40,000 جنيه تسد الرهنيه وتعمل لي عقد ايجار سنتين ثلاثه زي ما تشوف، وانت اولادك ممكن تقعدوا في الدور الفوقاني، انا مش محتاجه غير الدور ده. ممكن اسال حضرتك سؤال وتريح قلبي؟ نعم. انت ليه مهتميه بيا انا بالذات انا اولادي؟ لانك مظلوم وانا محتاجه البيت ده مقر للجمعيه اللي انا ماسكاها. حضرتك ماسكه جمعيه؟ ايوه. عندكم زيت؟ زيت ايه؟ لا 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 لا، دي جمعية حماية حقوق الحمير. عايش عشان حضرتك بس حبة الحمار وشغل عقلك فانت اتلخبطتي. قصدك جمعية حماية حقوق الإنسان. لا يا عايش أنا ما اتلخبطتش، هي فعلا جمعية حماية حقوق الحمير، ودي فرع من مؤسسة كبيرة مقرها الرئيسي في أمريكا. مؤسسة أمريكية. ايوه. جمعية حماية حقوق الحمير. ايوه. الحمير الحمير ولا الناس اللي زي الحمير؟ انا مش فاهمة انت مستغرب ليه؟ مستغرب ليه؟ هما الامريكان خلاص ادوا الناس حقوقها وبيجروا دلوقتي ورا حقوق الحمير؟ يا الحمير اللي هو ناس؟ اهو احد اهداف الجمعية محاربة سخرية البشر من الحمار. انت الحمار؟ لا احترمي نفسك يا هانم. انت الحمار تعرف عنه ايه؟ لا ده انتوا الحمير. ايه؟ انتوا الحمير تعرفوا عنها اكتر مني. احنا الحمير؟ اجدع ناس. اهلا وسهلا. احنا الحمير؟ سبق وتشرفت، انا مش حمار يا هانم. الحمير اثبتنا انها تحتل المرتبه الثانيه في الذكاء بعد القرود. ايوه هانم، بس الحقيقه انا بقالي مده طويله بدرس حقوق، ما مرش عليا ابدا حقوق الحمير. انا اعرف حمير الحقوق اللي بقالهم 7 سنين بيصطوا فيها. ما هي هانم هي حقوق الحمير المصراوي زي حقوق الحمير الامريكاني. ايوه بالظبط، لان المؤسسه في امريكا وضعت القوانين والتشريعات المنظمه لحقوق الحمير في العالم كله، منها قانون يلزم الانسان وخاصه العربجي بعدم اضطهاد الحمار سواء بالضرب او السب او العنف. يا سلام، هما الامريكان ما يعرفوش ليه العربجي عندنا بيضطهد الحمار؟ لان هو اصلا مضطهد.
بيتضرب بالجزمه من مراته ومن عسكري المرور ومن الزحام ومن الاسعار ومن الحكومه، وحاسن حمار متميز عنه لانه ما في من ضريبه المبيعات والضريبه الموحده كمان. ايه يا بابوش ده جو بالجزمه؟ ايوه ايوه، بس ده مش مبرر يخلي الانسان ما يلتزمش بتوفير الاكل المناسب مع جهد الحمار المبذول وكذلك الملبس. ملبس ايه يا هانم؟ ملبس ايه يا هانم؟ الامريكان كمان هيلبسونا الحمير؟ ايوه، البردعه لازم تكون ناعمه وطريه عشان تحمي ظهر الحمار، ومهم جدا توفير حظيره مناسبه فيها كل الشروط الصحيه مع مراعاه تهيئه الجو الهادي للتكاثر بشكل لا يجرح احساس الحمار. تهيئه جو التكاثر ايه للحمير يا هان؟ هنولع لهم اباشوره حمراء ونلبس الحمارة بردعة ستانين محزقة والرفع يا هانم. يا هانم يا هانم، الأمريكان لازم يعرفوا إن إحنا عندنا ملايين الشباب اللي وصلوا لسن الأربعين والله ما عرفوا يعني إيه تكاثر. عندنا ملايين الشباب بقالهم 15 سنة مش لاقيين خرم إبرة. الإنسان عنده عقل وسان يقدر يطالب وحقوقه يعترض على الظلم، إنما الحمار الضعيف لا، بالكتير أوي هيحرم. أهو الإنسان النهارده لو حرم محدش بيسأل فيه، إحنا عندنا حرية أكتر من الأمريكان. هنا يا هانم في حرية، هنا بيسيبوه يحرم ينهي. قول اللي أنت عايزه، إنما مين بيسمعه يا هانم؟ مين بيطالب له بحقوق؟ طيب علشان برضو ما نخسرش الامريكان، يعني ما دام الامريكان دول حنينين على الحمير كده، مش ممكن ناخد جزء من اللي بيتصرف على الحمير يصرفوه على بعض البني ادمين الغلابه؟ سوري ما اقدرش، المؤسسه في امريكا مقيدانه بميزانيه. تقدر تقول لي 2 مليار دولار في السنه هعمل بيهم ايه للحمير؟ يا كابتن موكو على حماركم، 2 مليار دولار مش عارفين تعملوا بيها حاجه الحمير؟ لا، 2 مليار دولار يعملوا البني ادمين، يحموا اطفال المجاعات في بلاد كتيره كان سببها الامريكان، يحموا اطفال الجولان والقدس وجنوب لبنان. الامريكان بيهتموا بالحمار وعاملين على الشعب العراقي والشعب الليبي حصار. يا دي الشرف يا دي يا هانم، ده سيناريو كبير بيتحضر علينا من زمان واتقرى خلاص. انتوا عاملين لنا 100 مشكلة. سيبك بقى مشاكل العالم وخليك مشكلتك انت. نسيتها نسيتها؟ ايوه نسيتها. عايش انت ولادك هتتبهدلوا من بكرة الصبح. قلت ايه؟ في ايه؟ موافق؟ على ايه؟ استغل البيت ده مقر النشاط الجمعية. جمعية الحمير؟ ايوه. امسك شيك بأربعين ألف جنيه، يلا سد الرهنية واعمل لي عقد إيجار نقول 3 سنين. أيوة بس ده مبلغ كبير، أنا مش مصدق. مش عايزك تتهزم وتضيع في الرجلين وأنا لازم أبقى جنبك. فعلاً أنا ولادي كنا محتاجين محجزة وأنت حققتها لي. خلاص ما دام أنت دارس حقوق ممكن تكتب العقد والمحامي بتاعي يراجعه. ثانية واحدة آخد البيانات. ياما أنت كريم يا رب يا فراج يا حلال وعاد يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرف أول جمعية لمؤاخذة الحمير. طرف ثاني عايش لمؤاخذة شحاتة. مدة العقد 3 سنوات، ولو الواحد خايف يتعود على حميركم والله. خلاص خليه قابل للتجديد بموافقة الطرفين، وأنا هخلي لك البيت ده جنبي، أنا عليا تجديد الديكورات والوقت. لا وبالمرة، بالمرة مدخل حارة، والحارة عايز تجيب شبكة المجاري وشبكة الكهرباء وشبكة المية وشبكة الصرف الصحي، وتعملوا لنا أسفلت في الحارة نمشي عليه، وعم بيومي تحط له كشك، وأم أحمد تحط لها لولب. أنا مش مصدق. أنا في حلم. حلم اسمه أميرة كامل. يا سلام. بفلوس حقوق الحمير هدي ولادي لأول مرة حقوق الإنسان.
هاني ومش عايز افوق منه. مش هتفوق منه ابدا يا عايش، دي مهمتي عن اذنك. ثانيه واحده، مين هيمثل حمير في العقد؟ انا. سعادتك حقيقة قصدي اللي هيمثل الجمعيه. اخد الاسم الثلاثي بقى لو سمحتي. اميره كامل الشفاط. اميره ك اميره كامل. اميره كامل الشفاط. ايه عايش في ايه مالك؟ مش شايف ايه؟ ايه ده؟ اميره كامل الشفاط. الشفاط يا هانم الشليمون. ايه المشكله؟ انا مش فاهم المشكله. هاني انك نهايه الشفاط، والمشكله اكبر ان هنمشي بعد فوات الاوان في الانسوليت، وتبعتيني في الانتايم. انت نهايه الشفاط، وانت شفاط بين ثروتها ومكانتها وهويتها على القتل والسرقه والنصب والاحتيال. انت من الشفاطين اللي سرقت ونهبت عيش منافع من زمان. اغسل قلبي اللي لاقي وراس بالفرحة للي نهب عينة منافع. اغسل عيني وعين ولادي اللي شافتك في صورة ملاك. تنقطع ايدي اللي اتمدت لك بالسلام. انا ما عدتش فاكع الدور ده كله. ولا عندي الضمير. شو مال الحكيم الشفاط طبعا عرفاه؟ ايوه نعم. حاطط ايده على 200 فدان ليا و300 لاخواتي. 500 فدان. اخر منافع عين منافع ومش عايز اخد منها. حتى ضايق تقف ضد ابن عمك. وتدوري على حقونه زي ما بتدوري على حقوق الحمير. ما اقدرش طبعا ارجع حاجات بتقول انها اتنهبت منكم زمان. انما اللي اقدر عليه لو لقيتكم دليل من الرسومات في محاكم وقانون، وانا ممكن احكم بينكم واقف جنبك. ازاي؟ ازاي عايز تقنعيني وانت من عيله الشفاط انك ممكن تحسي من زمان مظلوم وانتوا قاعدين جنبه؟ ازاي؟ انا صحيح من عيله الشفاط، انما انا مختلفه عنهم. ما انكرش اني اتربيت في وسط الجو المخيف اللي بتقول عليه ده، وحسيت يعني ايه ظلم. عشان كده بحاول امسح كل جرايم عيلتي، بسخر فلوسي ونفوذي عشان ارفع الظلم عن اي انسان. بدليل وقوفي جنبك الاستوليت بعد ما خلصتوا علينا وبقينا في النفس الاخير، جيالي وانا بين الحياه والموت تمديلي ايدك تساعديني. متخيلة ردي هيكون ايه؟ اسأل عقلك هيقول لك اني انسانة وليا قلب، وممكن ابقى مختلفة عن اهلي. مشيت معاك لو رافض مساعدتي على الطعم ورفوس النعمة. وصدق انسانة كانت عايزة تقف جنبك. أنا كنت بحبي وبعدين مشيت، ولما جيت أعمل لي بيت الكل قال لي it is too late. ولما جيت أكبر لقيت برضك قالوا لي it is too late. قصر استويت باكل بزيت، والمرة رحت بلقاني جيت، وياريت ما جيت دول حتى قالوا في يوم ما جيت It is too late. شايفة السنين جايين وبكرة جاي عيدك، بس انت تعرف مين تبات مع ايدك. لو حطيت ايدي في دميرة كامل عشان اعيش، اخواتي حيعيروني، ولو رفضت ايدها ومساعدتها حموت من الجوع. اخواتي يزلوني، احل اللوز ده ازاي؟ احله ازاي؟ ازاي؟
القديم كان كويس، ليه هي غيرته؟ أميرة هانم كانت بتحلم من زمان بمكان زي ده، وبس ده ياخد فلوس كتير قوي علشان يبقى نسخة من المقر الرئيسي للمؤسسة في أمريكا. ده فاكس من المقر الرئيسي بيستفسر عن ميعاد حملة تطعيم صغار الحمير ضد الأمراض الجلدية. مش مهم، مهم قوليلي هو لسه مستعين مدير جديد للجمعية؟ لسه، مستعجلة على إيه؟ أديني بحضر إعلان أهو للنشر. ماجي؟ نعم. ما تنشريش الإعلان بخصوص وظيفة المدير، أنا خلاص لقيته. تحت أمرك يا فندم. أميرة هانم فاكس ده أسانك. ده مش مهم دلوقتي. ابعتي فاكس المؤسسة في امريكا ابعتوا لنا حقن الـ HH. فعلا الكمية خلصت واخر حقنة هتجيها لحمار سعادتك النهاردة. شكرا يا مالك. اميرة مصيبة يا اميرة، كارثة. في ايه؟ القضية بتاعت عرض عايش اتحجزت في الحكم. ايه؟ يعني ممكن ياخد مني الـ 200 فدان. وقضية عرض اخواته متأجلة بس موقفهم فيها ضعيف. عايش ده هو اخطر اخواته لانه بيدعبس كتير، ممكن يوصل لحاجات توديني انا شخصيا في داهية. طب لما انت فاهم عنه كده ليه عايزه تعينيه مدير للجمعيه؟ لان كده هوقع بينه وبين اخواته اكتر، ولما يبقى موظف عندي هقدر اتحكم فيه والخبط له كيانه. انت مستنيه ضيوف؟ ضيوف؟ هو انا هضيف حمير يا شمان؟ دي مظاهره. عايش 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 نصير الحمير، عايش عايش نصير الحمير. يا أميرة هاني في ايه؟ في بره 2000 حمار ب2000 عرباجي عاوزين يخشوا هنا. يخشوا هنا فين؟ اللي اسمه عايش موزع عليهم كروت توصية وقايل لهم ان هنا في 2 مليار دولار واللي عاوز ياخد حقوق حمار يخش يشيل. اتجنن ده اكيد. وعايش الزفت ده فين؟ فين؟ انا جيت ان تايم، ما حبش السرير. شفت يا هانم؟ برا في أمم 2000 حمار من أحمر حمير البلد. مساء أحمر سعادتك اللي في الجنينة، أنا أول مرة أشوف حمار لولو. لولو يا هانم؟ دي عاملة تعملها فيا عايش؟ 2000 حمار بالعربجية؟ مش حضرتك قلتي لما تلاقي حمير في الشارع عايز رعاية هاتها؟ طب يلا يلا مشيهم. نعم؟ مشيهم. أمشيهم؟ يا أختي عليكي، طب الحمير ممكن تقتنع وتمشي إنما العربجية نو واي. انا عملت لهم البحر طحينه، قلت لهم العربجي اللي هيجيب حمار هاخد بطانيه وعلبه سمنه وعلبه سكر وعلبه دقيق. خلاص سهمي نفد. اللي نزل جاب حمار، واللي ما عندوش اشترى، واللي ما اشتراش استلف، اللي ما لقاش خالص صابت كلب صغير وجره الحبل عنه حمار صغير. اقول له ازاي يا بني ادم هيكشفوك؟ يقول لي مالكش دعوه، انتوا ليكوا الكلب ينهق. اللي عجبني اكتر بقى واد صايع مركون على الحيطه كده بمنتهى القلاطه، بقول له انت جاي لوحدك ليه؟ قال لي اعمل لكم ايه؟ مش لاقي عرباجي. والله عرباجي عسل يا هانم. طب يلا يلا زي ما اقنعتهم يقفوا اقنعهم يمشوا. I do my best. ده فرستان حقيقي. ده ما ينفع. ينفع مدير الجمعيه. هينفعني يا شمال. قصدك يغرقك؟ ده لسه مالوش علاقه بالجمعيه وجاب لك 2000 حمار. امال لما يديرها يعمل ايه؟ يا اخي انا اللي هدير كل حاجه برضه، هو كفايه يحس انه مدير. انت لو عرضت عليه الوظيفه دلوقت ممكن يشك في حاجه. لا ده انا درسته كويس، هخليه هو اللي يطلب يبقى مدير. يعني اول ما يقعد على الكرسي ده يبقى جه على الخابور. انا جيت. ايه ده؟ تعال اقول ازاي اقنعت 2000 عرباجي ب2000 حمار يمشوا بالسرعه دي؟ الحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله. عملت ايه؟ انا قلت جمله عايمه، العربجيه خدوها على نفسهم والحمير خدوها على نفسهم. قلت لهم اللي معاه حمار هنذبحه كل جنيه. كويس. اقعد عشان عايزك يا عايش. استناني هنا، استنى لما اشوف المشكله اللي عملها لي شمال ضرافه. الله 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 الله. واحنا نخلص من الحمير نخش في الكلاب ولا ايه؟ عملت ايه تاني يا دوبرمان؟ يا شومان؟ اميرة لو هتفتح الموضوع ده ما يبقاش قدام البني ادم ده. انت هتلكك بيا؟ انا ماشي. لا اقعد يا عايش اقعد. الله جرى يا شومان؟ جرى ايه؟ انت من امتى بتديني تعليمات؟ لا انا هنا مش بتعمد، انا اميرة كامل. فهمت اللي في دماغي. انت اللي لازم تشيل الفكره اللي في دماغك دي خالص. يعني ايه تبقى مدير الجمعيه كمان وانت ماسك لي كل اعمالي؟ ده شغل طمع وانتهازيه وابتزاز، بلاش كان فارغ. انا خايف لانك مزنوقه تستعجلي،
تختاري واحد يطلع حمار ويعرفني. يا سلام، مفيش حد بيفهم غيرك يا شكمان يا شومان. جرايه يا شومان، جرايه، ده انا في ناس كتير قوي قدامي كويسين واحق منك. وبعدين قول لي انت هترضى ب $1000 في الشهر؟ والله لو دولار يا هاني اللي احنا غدا. يا شومان افهم بقى، احنا مقبلين على مرحله جديده في التعامل مع الحمار. والله اقل ذكاء تفهم يا اخي، افهم بقى. يلا يلا اجري شوف لي في الاجنده اللي عندك اسماء المديرين، وخلي بالك المدير اللي انا عايزاه ده يا شومان. ايه ده بقى؟ خلي بالك المدير اللي انا عايزاه ده لازم يكون متفرد وفاضي وما راهوش اي حاجه يعملها. يا ربي يا ربي، لا شغله ولا مشغله يا ربي. طيب اساسا يا هاني ولا اعرف فين النبي يا اختي، الفراغ ده قاتل يا هاني. خلاص يا اميره، لقيته في كل المواصفات المطلوبه. مين؟ مدحت. لا لا لا، مدحت بالذات ده لا، انا مش حافظاه. ده مش بس متفرغ، ده انسان نشط. فكرك ايه؟ طب ايه رايك في قريب محاسن؟ ده مش بس نشط، ده شغلة نشاط. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ يعني عندي طاقه وديها فين يا هاني، وديها فين؟ بس قريب محاسن ده عامل زي فرع علوس ومهوش راسي. فعلا، وما عندوش قدرة على التأمل. شت يا ناس. إيه، أنا كمان لاحظت على قريب محاسن ده إنه ما بيحبش الحمار ولا بيعطف عليه. أنت كنت موت موت يا حلو. يا حمار يا غزيم، سواف الوحد كبير يا حبيبي. بابا اسمه ايه؟ شومان ايه؟ يا زهر، ان مفيش خيرك يا شومان يمسك الجمعيه. مش قلت لك يا هانم؟ شومان، بالمناسبه انت ليه شومان امبارح انت وقريب محاسن كنتوا واقفين في الجنينه بتضربوا في حمار امينه هانم بقسوه؟ ليه يا بابا؟ بتضرب الحمار يا حمار؟ ما حصلش. ما تنفعش مدير الجمعيه، اتصل بفؤاد. لا، وفؤاد كان واقف معاه. والله ماسك عصايه بيحطها في ودن الحمار. طيب اساسي انا بقى هن على فين يا عايش؟ ما لحقناش نقعد مع بعض يا ستي، رايح استلم وظيفه مدير. ايه؟ تعال يا عايش. مدير ايه؟ مدير جمعيه زي جمعيتك كده برضه. جمعية ايه؟ جمعية حماية حقوق القطط. بيتخانقوا عليا هم وجمعية حماية حقوق اللي براس صغيرة. يا خبر، معقولة بقى عايش قدامنا وعمالين ندور على مدير؟ معلش يا هانم، جيتيلي في الايتس تو ليت. خلاص خلاص، اديت كلمة. خلاص بلاش، بس مش أكيدة. ايه رأيك؟ معلش يا عايش، المرتب قليل، $200 في الشهر. موافق. انت هتبقى مسؤول عن حصر التعديات على حقوق الحمير، يا ريت ده يبقى مدعم بالصور. يعني اخد كاميرا وانزل حمير في الشارع؟ بلاش قعده المكاتب دي بقى. وده مكتبك؟ استلم يا هانم. يا ريت. انا كده مدير الجمعيه؟ اقعد يا عايش، اقعد. يلا يا شمال، ابعت فاكس للمؤسسه في امريكا بتعيين عايش المدير الجديد. يلا بسرعه، امشي امشي، جتك دهيه وانت وشك مط وبطلت. يا سلام، كده أميرة كامل وقعت في إيدي، بقت في إيدي. أما أنت يا دوبرمان فهخلعك من هنا سنة سنة، صبرك عليا. عايز أنت تشتغلي هنا معانا في الجمعية؟ أيوه، أنا بقيت مدير جمعية حماية حقوق الحمير، وأحب أتعرف بالحمير بتوعي، قصدي الموظفين بتوعي.
أنا لوسي سيكيورتي أمير هانم. لا سيكيورتي مش تبعي. بس حالي بالك إنجي تعبي معانا هنا قوي في الجمعية. يا ستي كل يهون عشان نجيب للحمير حقها بقى، بلاش كان فارغ بلاش شغل استحمار. بس أنا وإنتي ممكن نكون أصحاب كويس كتير. إن شاء الله بإذن الله. قولي لي عايز. نعم. إنتي تعملي إيه في الويكند بتاعك؟ أنا غالبا بغسل. بغسل همومي. أنا عايز. أنا أغسل لك همومك، أغسل لك هدومك عايز. إيه ما تطلعي تقيلي جنبي على المكتب أحسن. لا بكرة أنا وإنتي نتقاس سوا سوا وبعدين نلعب. نلعب؟ نلعب إيه؟ تنس. تنس يخيبك افتكرت طاولة. ماشي ماشي ماشي. طيب فرصة فرصة نجيب الأولاد يتفرجوا علينا وإحنا بنلعب تنس. مش ينفع عايز، مش ينفع. جيما تساد عشان كبار فقط، مستحافي لو غلبتيكي أو تعبتيكي. مسؤول حد عايز، مسؤول حد. مش هتقول لحد؟ ليه؟ هو التنس بقى فيه فضايح ورا آخر ولا إيه؟ طيب أنا كده بقيت المدير، المفروض أعمل إيه بقى؟ مستر عايش، أنا ماجي. بتيجي ازاي يعني مش فاهم؟ انا ماجي. ماجي طبعا معروفه. على فكره انا اعرف باباكي مكعبات. ما سكرتيرتك يا فندم تعليمات زعتك؟ سكرتيرتك؟ يس. طيب اقعدي يا مرقه. يا ماجي شوف يا ماجي، اهم حاجه عندي في العمل الانضباط، اهم حاجه الحضور والانصراف. أنا ليا الشرف إني أشتغل مع حضرتك ومع حمار أمير هانم. الحمار اللوق؟ شايل معاه إيه؟ سكرتيرة برضو؟ لا يا فندم، ده أنا المسؤولة عن أكله وشربه ورعايته الصحية وبحميه. حمي الحمار؟ يس. يعني شغلتك معايا سكرتيرة وشغلتك مع الحمار تحميه؟ يس. حيوان لو نبدل. يعني انت المشطه السكرتيرتي مش كده؟ يس. يلا زي بعض. اتفضل. ايه ده؟ مرتب حضرتك. انتوا بتقبضوا كل خمس دقايق ولا ايه؟ مش فاهم. ده مرتبنا؟ يس. احنا لحقنا؟ طيب يا هاني شكرا. شكرا يا ماجي، جزاك الله كل خير. شكرا ماما. شكرا. شكرا. ماجي مش عايزك تبص الرزق حد يا ماما. ها انا عايزك تجدعني في شغلك عشان يبقى لي عين اطلب من امينه كامل تزود لك مرتبك. تعالي يا ماجي اقعدي، انا مدير مش مكلكع. وليه يا ماجي؟ انت يا عيني كسكرتيرتي تاخدي كام يا عيني في الشهر؟ حوالي 6000 دولار في الشهر. الله. 6000 دولار في الشهر؟ يس. يا عيني. انت عارف انا باخد كام؟ لا طبعا الظرف بيجي مقفول. انت بتاخدي يا عيني، انا باخد يا سواد ليلي. بس ارجوك ما تكلمش اميره هانم عن مرتبها. لا هكلمها. اصل هي ملهاش دخل، دي تقديرات المؤسسه الامريكيه. يبقى الامريكان دول مش عارفين يقدرونا صح. الفرق كبير بين مرتبك كمدير ومرتبك كسكرتيره. ربنا ياخدك. من فضلكم حد يقول لاميره كامل ان انا وصلت. اهلا اهلا استاذ علام. سلام يا ماجد. ايه علام؟ يا اخويا ايه اللي رجعك تحوم هنا تاني؟ عايش انت اللي بتعمل ايه هنا؟ طيب عن اذنك يا مستر عايش اروح ادي الحقنه للحمار. روحي ادي الحقنه للحمار واعملي حسابك من بكره، هتبقي انت المدير وانا السكرتير. تعال على بعد، تعال انا مدير مش مكلكع. وايه اللي في ايدك ده؟ هوبا بقيت الات يا علام. اسمع عازف يا جاهل سوليست واعزف عزف منفرد. سمعني يا سيدي يمكن تفلح. لا دريها دريها ما تودينيش في داهيه. طبعا خايف بتشتغل عند اميره كامل. لا يا بابا انا رسمت عليهم السيناريو اللي هو رسمت عليهم سيناريو ساحق ماحق، زنقتهم احرجتهم اجبرتهم يختاروني مدير للجمعيه. تبقى بعت القضيه وبعت عيله منافع بثمن رخيص. بلاش الكلام الكبير ده، انا عملت كده مخصوص عشان اخش في زوارقهم ورجع كل التهم من عيله منافع. الدور بقى عليك انت، جاي تمحسلها في ايه؟ لا يا بابا انا مش زيك، انا بتعامل معاها من فوق. اتحايلت عليا عشان تطبع كتابي واندلسها. ده انا طلبت 10000 اصرت تدفع لي 30000.
30 ألف إيه؟ دولار. الظاهر عينتني زبال هنا ولا إيه؟ قولي يا علامة، أنت وأنت بتكتب في التاريخ بتبقى فايق؟ وأنا مسطول طبعا. يبقى كلام فارغ مش هيعجبها ومش هتطبعه. مش هتطبعه، دي مبهورة بالكتاب رغم إن أنا شاتمها في الكتاب في الخباثة هي وقالتها وبحثت عن أصلها. برافو، دي بتقول عليه أعظم كتاب في القرن العشرين. حلو أوي، ما دام أنا وأنت هنشتغل هنا يبقى أنا وأنت هنتكتك لغاية لما نوصل لحقوقنا. بس المهم ما دام الست بتحترمك قوي كده يبقى قول كلمتين في حقي قدامها علشان المهار. اهلا اهلا استاذ علام. الاستاذ علام المؤرخ الكبير واستاذ التاريخ العظيم، وفضلا عن ذلك كله والاهم اخويا. ايه الزفت اللي انت مالفه ده يا علام؟ بس من ام وابي تاني الحقيقه، مش بيك. عامل لي مناحه على الدرس اللي راحت. حضرتك قريت الكتاب كويس؟ طبعا قريته وفهمته، انا مش جاهل يا علام. انت عامل علاقه بين الاندلس والنظام العالمي الجديد. معقد من صغره، معقد مش عارف يعمل علاقه مع بنت جيران بيطلع ده في الكتب بتاعته النهارده. مش كان فارغ والكلام ده، انا مش هطبعه. لا ما بقوش يعني، بلاش كان فارغ، ده يفسد اجيال. يلا ولا يلا يلا اوكي يلا 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 سيبه سيبه يا عايش، حرام حرام. تعال خد لقمه. ايه قصدي؟ تعال كلمني. تعال يا علام، انا عايزك تبحث في معضلات تاريخيه تهم الناس. ما تبحث يا بني ادم. قولوا لي يعني زي ايه؟ معلش يا هانم، دي لقمة عيش حلوه. اوكي عندك مثلا، ركز بقى، قلعه صلاح الدين في خلاف تاريخي عايزك تحسبه. هل باب القلعه لما جم يركبوه ركبوه عدل ولا مقلوب؟ باب القلعه. ايوه القلعة بتاعتنا بتاعت زمان. ابحث يا علام، ابحث عشان مصر يا اخويا. اعدل تاريخها وانت عارف المماليك ايامها، واد مملوك اتسحب وركب الضرفة الشمال مكان اليمين. بيحصل يا علام، وانا عايزه اعمل لي بحث خاص بيها بصفتي مدير جمعية حماية حقوق الحمير. قول عليه. عايزك تجيب لي قرار واد المملوك الصايع التاني ده. معرفوش. واد المملوك الصايع اللي هرب من مسبحة القلعة ونطر بها السور. عايزين نفوه بقى. عايزين نقف ونط من عالسور بحصان ولا بحمار عشان نربط تاريخنا. عندك حق يا والله تاريخنا. يلا ابحث يا علام. والله تاريخنا في حاجات صغيرة عايزة بحث، والله لازم نبحث في كل صغيرة من تاريخنا. والله احنا 65 مليون، لو كل مواطن يتلخم في حتة الشعب كله هيتلخم. ايه ده؟ بتقول ايه يا عايش؟ يعني في تاريخنا حاجات برضو عايزة بحث. طيب زي ايه؟ يعني بسبوس الهرم مش عاجبني. اعمل له عليه بحث. اعمل لنا بحث عشان خاطر يعلم. اعمل لنا بحث. ويعمل لنا بحث تاني. ايه؟ يشوف لنا خان الخليلي خان حد تاني ولا حد غير ليلي؟ إذا كان في حد غير ليلي ولا هو بس ليلي؟ مش عامل يا بحث. أقول له عليه بحث. والله يا علام جدع وهيظبط كل الحاجات دي، اظبط لنا الحاجات دي والنبي عليك. اظبطها له. وعلى فكرة ماجي جهزت لك مكتب جوه حسب الاتفاق. مكتب بالمعسل، ها؟ اوعى تزعل نفسك يا علام، اوعى تقهر روحك تاهية، تضيع مننا. أنت قيمة يا علام، أنت قيمة. اوعى تزعل نفسك من كلامها. دي وليه مجنونه وليه ملاخوليا. قال ايه؟ باب القلعه اتركب عدل ولا مقلوب؟ والله العظيم ايش فهمك انت يا تافه؟ قصدك ايه؟ هو ده البحث اللي ممكن اضيع فيه عمري كله. باب القلعه عدل ولا مقلوب؟ هكشف على الكلون، لو كان تايواني انا عارف سكته. وبعدين اتطرق من باب القلعه لباب زويلة لباب الفتوح. ايوه، وخد في سكتك باب اللؤ وباب الشعريه وباب الحديد، وفي الاخر تبقى علام كوالينا قمر. ها ايه يا علي ده؟ انا اقوم يابا اشوف المسخره. كده يا عايش؟ دي وصيه ابوك؟ ابوك اللي وكمان شفت صوره ابوك وحتى صوره حمار. اميره كامل الشرفات قلبت بيتنا شفخانه. دي مش شفخانه يا جهله، دي جمعيه حمايه حقوق الحمير. طب اعتبروني حمار وعالجوني. وفي حمار اصلع. شوف يا عايش، انت حطيت
ايدك في ايد اميره كامل، يبقى حجانا. اباكوا ازاي؟ اباكوا ده ايه؟ فهموها بقى، انا عملت المستحيل عشان اخش في زوارقهم واجبرهم يختاروني مدير للجمعيه. حلوه قوي قوي قوي، يعني انت دلوقتي مدير هنا؟ ايوه يا شوف. تبقى ابطل. ابطل ايه يا جاهل؟ انت كلكم جهله. اسمعوا الى صوت الحق، الى صوت علام. قول لهم يا علام احنا بنتكتك ايه للست هنا؟ افخروا. اخص عليك عايش. تشتغل عند اميره كامل؟ يلا العار، يلا زي ادخل في باب جرايم الشرف. واللي يدخل باب القلعه المقلوب اقول لهم يا كوانين عمر. شوف يا عايش، انت لازم تنفذ وصيه ابوك بانك تخرج الست دي من هنا دلوقتي. مش حاضر. طبعا يا سيدي، ما انت بقيت معاهم. ايوه بقيت منهم. انا معاهم وانا منهم، انا معاكم انتم، فهموها بقى. انا بس بلعب بنفس لعبتهم، بحسسهم اني معاهم مش ضدهم. طب كويس قوي بقى، عشان ما تحرجش نفسك روح اقعد على القهوه، عشان احنا جايين هنا نطبق المكان على دماغها ودماغهم. ايوه هتضربوا. ايه ده؟ اول مره تتفقوا على حاجه يعني؟ داخلينها دم. أيوة. بارك الله فيكم، انا هقعد على القهوه اكني ما اعرفش حاجه، بس ارجع ليك خارم لي عين شومان. ماشي. بصص لي عينين الاثنين الله يكرمك. ماشي هقطعهم. ليه عزام انت شايفينه ممكن يعني اهلا اهلا يا جماعه. اهلا وسهلا. شوفوا. ايوه شوف، انا بعد ما قعدت مع واحد واحد فيكم على حده عندك، انا رفضت اقعد معاكي او حتى احط ايدي في ايدك. مش مهم، قعدت مع اخواتك. خلاص خلاص. المهم دلوقتي كلنا بقينا فاهمين احنا عايزين نوصل لايه. هسيبكم تقعدوا مع شومان، اللي هتتفقوا عليه انا مسؤوله انفذه بمعرفتي. البركه فيك يا فندم. البركه. سلام. 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 قولوا لي. ايوه. تحبوا مين فينا يتكلم الاول؟ انا بتكلم. انا اللي هتكلم لانكم انتوا اللي جيتوا لحد عندي. لا انا مش هستحمل سفاله اكتر من كده. عزام سني يا فهم. سني. شوف يا شمال، احنا لينا 300 فدان انت سايقهم، ممكن اسرقهم؟ ممكن بقى. ما تتكيف تتكلم، هتدينا ارضنا ولا لا؟ اسيب لكم 300 فدان باماره ايه؟ انتوا رافعين قضيه، ولو اتنازلتوا عنها هديكوا حسنتكم. ومين اللي قال لك ان احنا هنتنازل عن القضيه؟ احنا هنبيع هدومنا ونصرف على القضيه. احنا مش عايزين غير كلمه واحده وبعدين نتناقش. الارض دي بتاعتك؟ ايوه. كده دخلنا في طريق مسدود، ناخد مهله سنتين ثلاثه علشان افكر في سؤالك ده. لا انت كده بقى مش عايز تحلها ودي بينا اخواتي. طب عشان ما بقاش انا اللي بعرقبها. ايوه. هديكوا 30 فدان ليكوا كلكم، وده اخر كلام. مش قلت لكم ده كلب؟ كلب ولا يسوى؟ مين يا جماعه؟ يلا. طب استنوا. هديكوا 50 فدان ليكوا كلكم، 10 في الاول، وبعدين نقعد نماطل في الاربعين. لا 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 لا. لحظة واحدة معلش، الاخوة محتاجين تنسيق. خلصت. تعالوا لي. احنا كده شكلنا وحش قدامه. احنا لازم نبان كأن كلمتنا واحدة. بس احنا كلمتنا مش واحدة يا ست، تباني ان احنا كلمتنا واحدة وبعد كده نقطع هدوم بعض زي ما احنا عايزين. ايوه يعني نمثل ان احنا اخوات وبعدين نبقى نتصرف. انا عرفت سكته. ده راجل نتن نتن وبتاع فصال، هو ماسك على 50. ايوه. احنا نقول له 80 يوصلها هو 60. سيبوني انا بقى اتكلم المره دي. تكلم انت. احنا خلاص بسطنا. شوف يا شومان، اخواتي دول كلهم قوم وانا لوحدي هعديكم تاني. لا انا مش زيهم، انا بخه واحده من بقي هعديك انت واهلك. كان عايز يقول لك الله يرحمه بقى ان احنا في الخباثه كده هنطلب 80 فدان. هتقوم انت ترد على الخباثه بنتانه توصلهم. وبكده نطلع ب 10 فدادين اونطه. هم 20 فدان مفيش غيرهم. الله بكره 50. تنزلوا على القضيه وما تحاولوش تاني. واذا وافقتوا انا ليا شرط، بما انكم مش هتعرفوا تزرعوا ال10 فدادين انا اللي هزرعها لكم.
وابعت لكم بإيجار الخمس فدادين مار. سلام. أنا أستاهل ضرب الكسبة اللي ارتدت أقعد معاك يا شومان الكلب، إنما وعهد الله ما حسيت حقي. تعال أخوات. أيوة أخوات. إحنا مالناش إلا بعض. أيوة. إحنا أخوات ولازم نحط إيدينا في إيدين بعض. لازم. مش هنسيب حقنا. مش هنسيبه. بإيدينا هنرجعه. هنرجعه. بإيدينا نتعاهد. نتعاهد. اولا انا ما اسمحش احط ايدي تحت ايد ناس او باش زيكم. انا الرئيس هنا. لا انا الرئيس هنا. انا ما احبش حد يحسس على ايدي. اي ايه ايديكوا تقيله على ايدي بالشكل ده. ان عمرها ما هتبقى في ايد بعد دقيقه واحده. خلاص كل واحد يشوف مصلحته. خلاص كل واحد. سمعتي؟ مفيش فايدة في التفاهم معاكم. لا يا شومان، هما دلوقتي بس مكسوفين من بعض، بس بعد ما وقعنا بينهم هجيبهم لك واحد واحد. المشكلة دلوقتي في عايش، والقضايا كلها في اسمك. من عينك يا شومان، وريني يا بابا. ما هو زهقان من انا كنت قاعد على القهوه، سمعت ان اخواتي جم مدوا ايديهم عليكم. انا ماليش دعوه بالموقف ده طبعا. لا يا عايش، لا، دول جايين يتفقوا معانا ويساومونا. شفت اخواتك يا عايش؟ انا مش فاهمه انت واجع دماغك بقضيتهم ليه؟ ثم ايه لازمتها المحاكم والشحططه؟ ما دام القضايا دي باسمك اتنازل عنها، وانا مستعده لحلها ودي، وهزود لك مرتبك، وهصرف على اولادك، هاكلهم واشربهم واعلمهم. وانت بقى يا شمال ما تنشفش دماغك يا هانم. انا ما اقدرش اتنازل عن حقي ولا اتنازل عن حق مش بتاعي. شومان اتنازل عن 200 فدان بتوعي وال 300 بتوع اخواتي، انا اتنازل عن القضايا. ده لما تشوف حاله متودك انت والمحامي بتاعك. اللي ما تعرفوش يا دوبرمان، انا والمحامي بتاعي الغلبان كنا قاعدين على القهوه دلوقتي وعرفت منه ان هكسب القضيه، لان الحكم اللي ادى ابوك الحق في ارض ال 200 فدان حكم مزور، لانه صادر باسم فؤاد الاول بعد ما مات الملك ب 22 يوم. يعني هكسب القضيه، هكسبها. عقبال أرض إخواتي يا دوبرمان. خبر اسود كده، الأرض هتضيع مني وانت السبب. أنا السبب في إيه؟ السبب أبوك الله يرحمه، المفروض لما يزور كان يزور صح. أبويا كان أهبل، ثم أنا مش أبويا دلوقتي، أنا في الأرض. ممكن تهدى عشان نعرف نفكر؟ أنت مش مقدرة خطورة الموقف. المتين فدان اللي هياخدهم مني، أنت عارفة كويس إن فيهم عيون المية اللي بتروي أرض وأرضك. يعني الحيوان ده هيكون السبب في دمار ارضنا، وممكن اخواته يكسبوا القضيه الثانيه وياخدوا 300 فدان كمان. طب تقدر تقولي لي هتحليها ازاي يا حلوه؟ الولد عايش ده لو خد منك ال 200 فدان انا هرجعهم تاني. ازاي؟ مش فاهم. هخلص منه. هتقتليه؟ الست لما تحب تقضي على راجل، يا تقتله يا تتجوزه، وانا هتجوزه. جميل، بس انا خايف يتحكم فيكي. مش هيلحق، لاني هديله حقن الاتش اتش الامريكاني. الاتش اتش الحقن اللي بنديها للحمير عشان نزود قدرتها. من الابحاث السريه المؤسسه في امريكا انهم جربوها اكتر من مره على انسان وجابت نتيجه عكسيه. وده هتعمل له ايه؟ بيحصل له تغيرات، صوته بيتغير، ما بيسيطرش على اطرافه، والاهم بتمسح خلايا المخ وتخليه زي الطفل. وده هتقلب كيانه في قد ايه؟ اسبوعين ثلاثة، والكورس ثلاث حار. هتديله ستة. هنشوف. ايه اللي انا سمعته ده؟ يا مصيبتك يا عايش. واندلسان. وأمرا هيمسحوا له أغلى حاجة، جزمته. بس لو أفتكر الورنيش اسمه إيه؟ طب عايش بقى من هنا ورايح، لازم يخلي باله، لازم يقلع الجزمة ويلمس شبشب لا يضيع. عايش 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 أخويا، عايش عايش عايش. ويشخلعوه ويبهدلوه ويشحطوه.
كامل. ايوه يا فندم. وجهزت العايش بدلة الفرح؟ جهزتها. طب روحي نفذي اوامر اميرة كامل. اوكي سيدي. دوبرمان اوعى اكون زعلان خدت منك ال 200 فدان بتوعي. لا ما فيناش من الزعل. ازعل على ايه؟ في داهيه ال 200 فدان. انا كفايه عليا اني اتجوز اميرة كامل اللي عندها اكتر من 200 فدان مليون الف مره. انسى. انا معايا ولا يدخلك اللومان وبوظ جوازتك من اميره كامل. اقرا يا ابو رم مستندات وفواتير تثبت انك سرقها. حتى بنت عمك شافتها. هتقطعهم اصور لك مليون صوره. معايا القصد. عايش انت جبت الورق ده منين؟ مش من ماجي. مش ماجي عيب. انا وعدتها. مش ماجي يا بابا. انا مش حمار. انا كشف الكل ومحدش كشفني. عايش تاخد كام وتديني اصل الورق ده؟ فلوس. انسى. انت هتنادي على اميره كامل وتوقفها قدامك تقول لها بعظمة لسانك انك كارهها ومش طايقها ورافض الجواز منها. عايش ارجوك ما تزلنيش. هي حاجه من اتنين، يا اما هتنفذ كل كلمه لقينها لك قدامها يا اما هسلمها الولد ده وتدخلك اللي ما نادي عليها. ما اقدرش. نادي عليها. ما اقدرش. نادي عليها. نادي عليها. امينه هانم. امينه هانم. ايه عايش في ايه؟ استاذ شومان كان عايزك. ما جيتليش المكتب ليه يا شومان؟ في ايه يا حبيبي؟ اخرسي اخرسي. انت جننت؟ انا بتقولي اخرسي؟ مفيش جواز بينا. ومفيش جواز بينا. ليه يا شومان؟ بعد اللي عرفته عنك. بعد اللي عرفته عنك. ايه ده؟ عرفت ايه؟ انتي اصلا راجل. انتي اصلا راجل. ايه؟ وعملتي عملية. وعملتي عملية؟ عشان تقلبي ست. عشان تقلبي ست. هوبا طلعتي قرد. طلعتي قرد. انا قرد يا شمبانزي؟ انا بكرهك بكرهك بكرهك. انا بكرهك بكرهك بكرهك. امشي اطلع بره بره. وديت في ده الله يخرب بيتك. لا مش مصدق. مش مصدق الكلام اللي سمعته منه عنك يا هانم. مش مصدق. شفت يا عايش اعمل ايه دلوقتي؟ اعملي عمليه ثانيه يا هانم وامرك لله. يا عايش اعمل ايه في الفرح اللي بعد كام يوم والمعازيم اللي انا عازماهم؟ اه فضيحه ما بعدها فضيحه. بس عايزه رايي ايه؟ العريس يتعوض. الفرح ما يتعوضش يا امي. صح يا عايش. الفرح هيتعمل في ميعاده وهتجوز ست سيدك يا شومان. هتجوز اغنى راجل في العالم. لازم انتقم منك. لا اسمحيلي لو فعلا عاوزه تنتقمي منه اتجوزي اي واحد معفن. انتي جننتي؟ انا اتجوز واحد معفن؟ ايوه يا فندم عشان تغزيه. فكرك كده؟ طبعا يا فندم. خلاص هدور على اي واحد معفن واتجوزه. اي واحد هيقابلني معفن هتجوزه. لازم انتقم منك يا شومان. بس الاقيه فين المعفن ده؟ يا سلام لو الاقي واحد معفن قدامي اتجوزه على طول والله. مش معفن وبس، هنقيه وشه مشلفط وقصير وجربان. هوبا هدا 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 جربوا جربوا جربوا. اهرشيني اهرشيني. تفتكري يا ماجي هلاقي واحد كامل الاوصاف كده؟ يا هانم المعفنين كتير ويتمنوا تراب رجليكي. زي مين يا عايش؟ لا اسمحيلي يا فندم انا لازم اتكلم. الاستاذ عايش بيحبك وبجنون.
ماجي. الله مش ايه ده؟ انت فعلا بتحبني؟ ايوه يا فندم. انا مش مصدق. لا صدق يا فندم. هو بتحبني من امتى؟ من زمان زمان قوي يا فندم. يعني انت فكرت تتجوزني؟ ما ترد. فكرت تتجوزني؟ فكرت تتجوزيها؟ لا انا كده هستنى. يا عايش المسألة مش مستحملة هزار. جاوبني، انت فعلا بتحبني؟ ولو اعترفت هتفرق ايه؟ لا هاني، انا احسن لي اكتم سري في قلبي. لا يا عايش، انا يهمني اسمع اعترافك ده. انا من ساعة ما شفت حضرتك وانا حبيت فيك حنانك وعطفك وانسانيتك. لما شفت بعيني ناس كان بينهم بين الموت خطوه، انت انقذتيهم وساعدتيهم ازاي؟ ده خليني انحني لك واحترمك. ايوه هانم، ايوه بحبك يا ساره. اتس تو ليت. واي كان نفسي اسمع الكلمه دي منك في الانتايم. هاو عشان اقدر اعبر لك انا كمان عن حبي. نو ايوه يا عايش، انا حبيتك من اول ما شفتك. ريلي من ساعه ما شفتك بتحضن الشرب بتاعي. يس بس كان صعب عليا ان اقول لك. واي ما كنتش هصدقك. زد بعدين بقى المشكله كانت ازاي اقول لعيلتي اني هتجوز واحد غلبان زيك؟ لو هي دي المشكله الوحيده هانم انا حلها. هشتغل لي نهار زي الحمار، خليها لي يشتغلوا ونلم قرشين يقربوا المستوى المادي بيني وبين سعادتك. يقربوا ايه يا عايش؟ ده انا 300 سنة. إن الله مع الصابرين. أنا أصبر 300 سنة؟ اسكت، أنا هلاقي حل. لقيت الحل، لقيت الحل، لقيت الحل يا عايش، لقيته. عارف إيه الحل يا عايش؟ لأ، عايش استنى افهم. أنا هكتب نص ثروتي باسمك، وبعدين افهم. وبكده مستواك يقرب من مستوايا وأهلي وشغلك. فبيه. انت اكيد اتجننتي. ازاي استغنائي انك تكتبي نص ثروتك باسمي؟ قصاد ايه؟ قصاد البيت ده و200 فدان ساو قصدي ما نهاو. الله، وايه يعني؟ ما انت هتبقى جوزي، بس بعد ما اسجل لك عقد البيع ونتجوز تعملي توكيل في شهر عقاري بالتصرف في املاكك عشان اخواتك ما يورثوكش. ماشي ماشي، المهم هنتجوز امتى؟ زي ما انت عايز، بعد اسبوعين. يلا يلا خشي قيس بدله الفرح. لا، هطلع افرح العيال وانزل لك حالا. عايش لقيت الجواب كلامك؟ لا ما تتأخرش علي، أصلك بتوحشني. جاتك القرف. اتفقتوا؟ طبعا السيناريو اتنفذ بالملي وهنتجوز خلال أسابيع. بس المهم قبل الجواز ازاي نقنعه ياخد الحقن دي؟ يسيبيها عليا مش هغلب. انا هشوف الطريقه اللي اخليه يبوس ايدي ويطلب ياخد الحقن دي مني. يلا اولاد يلا اولاد، ارقصوا افرحوا طبلوا وغنوا. خلاص هتجوز اميره كامل، هتجوز اميره كامل. مستر عايش اتفضل علشان تقيس بدله الفرح. الاول لازم تعرف تعليمات اميره هانم بالنسبه لترتيبات الزفه. اميره هانم مصره في الزفه انك تركب حمار وهي صاحبك. لا لا كده الفعل مش حلو من اولها. ممكن تقيس واحد بدله بتاع فرح؟ قيس واحد بدله بتاع فرح. دي بدله اوريجينال. لا دي بدله الرقاصه يا ماما مش بتاعتي. يلا قيسي. واميره هاني مصممه تلبس في الزفه بدله كاوبوي وحضرتك هتلبس هارون الرشيد. كده لبست العمة ها؟ يعني البس اللبس ده في الزفه واركب حمار ابقى جحا مش كده؟ غوروا من وشي غوروا. ولاد اللبس ماشي مع الزفه ولا لا؟ دن 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 الشخالين القدامانيه بتلعب؟ بتلعب يا بوي. مبروك يا بوي. الله يبارك فيك يا زمردة، عقبال ما نجوز الجحش من جمعيه ان شاء الله. بس انا خايف يا بوي، امينه بعد ما تتجوزك تقلب وتبقى مرضبة وعرانة. حرام عليك، نص كلامك فرح والنص التاني محزنة، حرام عليك. اطمنوا، أنا لو اتجوزت أميرة كامل فأميرة كامل عمرها ما هتبقى مرات أبوك، لأن أنا أصلا مش أبوك. وإخواتك هي
هم اللي محيرني. اخواتي دلوقتي بيكرهوني اكتر من كرههم لشومان والاميره كامل، زي ما يكون نفسهم يشمتوا فيا. معاش اللي يشمت فيك يا ابوي، لو وقعت واخواتك شمتوا فيك. عارف عارف ورايا رجاله. انا اللي هطخك بالنار يا ابوي. هتعملني فيها خط الصعيد؟ والله وانا معدي هطخك بالنار يا خيانه. مش كاسر ولا ايه؟ مش انا، مش انا. انتوا شايفين حل تاني؟ اتجوزها يا ابوي، اتجوزها. هي مش مخليانا محتاجين حاجه واصل. التفاح لمركان والكوكا كوله. كوكا كوله؟ والهمبرجر ولا كنتاكي فريق شنكل. فريق بحاله تشنكل؟ ده جنوب افريقيا ده ولا ايه؟ قصدك فرايد تشيكن. ايوه ايوه هو الاستيكوزا. الاستيكوزا كل النعيم دي هيتاخد مننا اخواتك، هيعودونا عنه كامل. اخواتي اخواتي مش قادرين يفهموا ان احنا ممكن ناخد من اميره كامل اكتر من اللي بياخدوا منها شومان. اكنش فاكر ان اميره كامل هتديك او تدي اخواتك اكتر من ولد عمها. الصرصار اللي اتقلب على ظهره قفلت سبقه. بلاش اللعب ده معايا، انت فاهمه. بتلف تلف ترجع تحتكيني. طفله، اي طفله في العالم بالكتير قوي تستحمل تقعد عشان يتعمل لها ضفيره او ضفرتين. انا تقعدين اعمل لك حله كفته على دماغك كل يوم. يعني انت بتعب بها. يعني ما بكرهاش. رد عليا من غير بلوعة. بتعبه. ايوه ايوه بعبها. ايوه بحبها. ارتحت؟ احنا موافقين تبقى معاها يا ابوي. ما تبقاش وحش بقى، ما انت كويس اهو. بس الخوف ان حرمه تمشيك كيف دماغها. مش انا يا بابا، مش انا يا حبيبي، مش انا. احنا موافقين تبقى معاها يا بابا. مش انا، مش حد غيرك. احنا موافقين تبقى. بس احنا ما بس احنا موافقين تبقى معاها يا ابوي. بس الخوف ان حرمه تمشيك كيف دماغها. لا مش انا بابا، مش انا. ساعتها هتبقى عيبه كبيره قوي قوي يا ابوي. ما تسواش كم كيلو تفاح وفضحتك هتبقى بجلاجل يا بوي. طيب انا هعرف اربيكوا انتوا الاربعه، انتوا ثلاثه. واقفه ليه؟ عايزه تقولي حاجه؟ انا قلبي جاي. هنا هتعمل لي سلوانه وحلوانه وتقول لي بنت عمك؟ لا يا بابا، خلاص من هنا ورايح هتبقى مراتي وهنكسر رجلك من هنا. ما تفرحش قوي لان هبوظ لك الجوازه دي. ما تقدرش يا دوبرمان، ما تقدرش. انا معايا كارت يا
يوقف جوازتك ويخلي منظرك بايخ ومخجل قدام عروستك. عايز اقنعني انك ماسك علي حاجه؟ لا يا بابا، ان انا كشف الكل ومحدش كشفني. ما تعملش برم، انت مش الاسبوع اللي فات تعبت فجاه وانت بتتغدى مع اميره ونقلتك للدكتور بتاعها واصرت انك تعمل فحص شامل؟ ايوه حصل، انها بتخاف عليا وبتحبني، والدكتور كشف عليا وكتب لي شويه فيتامينات، يعني انا عايش مش هموت. بس ممكن تنتحب وهتقول يا عروستي اوعي تشوفيني لحد ما الاقي حيطه تداريني. ما تعمل فوازير رمضان. انت الوحيد في مصر اللي لسه ما عملهاش. ايه الامثال النسوان دي؟ وضح كلامك. الدكتور اللي عمل لك التحاليل والفحص ده صاحبي، لما عرف انك هتتجوز بنت عمي وقف ولطم وقال يا فضحتي يا فضحتي. ايه لاني حامل؟ لا يا حلو، التقرير بيقول انك حاليا ولا مؤاخذه لا تصلح للجواز. بس يا كلب، فعل الله ولا فعلك لا اصلح للجواز؟ انت كذاب كذاب. ادي صوره من التقرير. ايه دي الفضايح؟ يعني ايه ادخل الخميس اخرج الجمعه مضروب بالجزمه؟ اميره كامل تعرف حاجه عن التقرير ده؟ لا طبعا. شكرا يا شومان. شكرا، ده انا حتى طلبت من الدكتور ان ما يجيب لها السيره. شكرا يا شومان. انت عارف انا عملت كده ليه؟ ايوه فاهم، عشان تداري عليا. علشان افضحك بنفسي. شغل ابتزاز، عايز تحط التقرير ده قصاد الورق اللي ماسكه عليك. لا يا بابا، هتسلمها التقرير ده، انا اسلمها الورق اللي ضدك دخلك لومان وعلى ولا داعي. برضه انا مش سهل، لان عينك حالتك في ايدي. ازاي؟ الدكتور صاحبي عنده حقن امريكاني جديده، كورس 3 حقن، لو خدتهم هيخلوك طبيعي واحسن من الطبيعي كمان. ما كانش عنده غير 6 اشتريتهم منه. وهديني الحقن دي ولا لا؟ هديهم لك. الحقن دي يجيب مفعول بعد قد ايه؟ اسبوع. كويس، قبل الجواز. المهم انك تديني الورق اللي ضدي اديه الـ3 حقن. لا يا بابا انسى، مش انا، انا مش حمار. تديني 6 حقن اديه. تطمع قوي يخرب بيتك. موافق. وليا شرط تاني، اخد الحقن واجربها واطمن من نتيجتها، بعدين افكر اديك الورق. ده انت دماغ كبير قوي، ما يضحكش عليك. انا هروح جاري اجيب لك الحقن واجي. بسرعه بسرعه يا شومان. حاضر. جبان بس كلفت. بس اخد 6 حقن زياده الخير خيرين. بس انا كويس، انا عارف اني كويس. حتى لوسي، لوسي لسه في سيرتك يا لوسي. يا لوسي وراكي حاجه الذي؟ لا ليه؟ يعني نلعب ماتش تنس كده سريع ماشي؟ لا دي كان زمان، فورجيت ات. مستني تتجوزي اميره كامل؟ يلا روحي، الابي مقهبة. من انا لازم هلعب معاها، ده ماتش رسمي يا ماما مش. انا كنت عايز العب معاكي ماتش تسخين في الاول يعني. نيفر. طب ماتش اعتزال واسلم عليك في الاخر. نيفر. ده انا داخل على فاينل يا لوسي، حرام عليك يا ماما. نيفر نيفر نيفر. مش جد داهية. عايز حبيبي، عايز اخد رايك في كروت الفرح. ايه ده؟ دي اصبحت حقيقة خلاص. طبعا انا هخليه كارت اوريجينال ما فيهوش غير راس حمار. لا لا يا هانم، كده المسألة بقت زيادة عن اللزوم. الله، ما أنت عارف أنا بحب الحمار قد إيه؟ أيوه، لدرجة إني ابتلعت غير منه. على فكرة يا عايش، بمناسبة الغيرة، لازم تفهم إن أنا غيورة جدا. مفيش راجل حمار يزعل إن مراته تغير عليه، بحب الغيرة أوي. يا لهوي! يعني لا تلعب بديلك. حاضر. ولا تلعب تنس. ايه ده؟ هي الماتشات كانت مذاعة ولا ايه؟ لا 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 لا، دي وليها خطر، وليها مجنونة ماشية بمسدس. لا انا خليني في حالي وامشي جنب الحيط علشان محمد.
الإله، إيه المسلم اللي في إيدك ده؟ أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي علشان أشتريه. يا ناعجة يا نعسة. يا خاين، أنا تديني بومبة؟ طيب أنا اديتك بومبة تردها لي رصاص برضه يا نيمة؟ هسألك سؤال واحد قبل ما تموت، إيه اللي في أميرة كامل دي ما هواش فيا؟ ده سؤال إجباري ولا اختياري بقى عشان انت؟ لا، أولا أميرة كامل دي مش ست، دي عاملة زي غفر الحدود، شعرها مأنفد وشها مطبق وهي صغيرة داس على وشها رجل فيل. إنما أنت عيناك سبحان المعبود، فمك مرسوم كالعنقود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها الكلب يا غريب. حمار تقول ايه؟ عشان حمار زيك داس على قلبي؟ ده غير الفيل داس على وشي كنت صغيرة؟ شاهد على روحك يا عايش. عيبها عيبها. لا لا وكمان هبلة. حتى القتل خسارة فيك، انا هخرج من حياتك خالص. لو تخرجي من الدنيا كلها هنفرح. إذا كان عم عبد المكواجي راح من إيديا، ربنا يخلي لي عم زين المزين اللي موسى برعبتك. خلي بالك يا عايش. سلام. إيه الفزع اللي أنت فيه ده يا بني آدم؟ بتفزعني كل شوية فيه إيه؟ وأنا ببحث في باب القلعة اكتشفت إن المماليك ما ركبوش أمير، هما ركبونا إحنا. سلام. علام يا اخويا، انا مش عايز اكتئاب، مش ناقص اكتئاب، انا خلاص انا عايز افرح، خلاص بنفذ المخطط اللي اتفقنا عليه، خلاص هتجوز اميره كامل، بعد كده هتبقى كلمه كلمتي، اقولها يميني بيميني، اقولها شمالي بشمال، هرجع كل التهم من عيد منافع، سيبنا افرح بقى الله يخليك. مش حسيبك الا ما افتكر انا عاوز اقول لك ايه. بقالك ثلاث اسابيع بتلف حواليا ما بتفتكرش بعمل لك ايه. اقعد يا عايش. اقعد، لو هتفتكر دلوقتي خلصني. اتفضل اتفضل. نعم تفضل سعادتك. انت كاتبها في السقف ولا ايه؟ مش فاهم. سمعت طشاش. ايه سافرت تاني؟ كده خلاص؟ مؤامرة. مؤامرة؟ مش عارف مين كان بيكلم مين. الكلاب الخونة. كمل كمل يا رفيق السلاح، كمل. وهما الاتنين عايزين مش عارف ايه. علام انت متأكد من المعلومات يا علام؟ وانت قال لي ايه؟ داخل علي لابس ابيض. لا كده دخلنا على احلام يا علام. لا مش حلم، مش حلم، دول عايزين يمسحوا لك. خلاص مفيش داعي نفتكر، مفيش داعي، مفيش داعي. يمسحوا لك؟ ايوه. لا ما تقولهاش. مش عارف ايه. يا علام يا علام يا اخويا، انت لا عقلك معاك ولا معايا. خلاص يا علام، ما دام المساله تخصني انا، تفتكر ما تفتكرش مش مهم، انا مش عايز اعرف. لو ما افتكرتش انا انت هتضيع يا عم. يلا يا عريس الحقنه معايا، هتحب تاخد اول حقنه ولا تحب بكره؟ لا بكره ليه، انا بتاع الانتايم، ما احبش الانسولين. عايش 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 اخويا، عايش عايش.
بيسمى دي اوضه نوم في ليله الدخله برضه يا ناس؟ ده بيت الرعب يا بيتنا. انا ناقص يا ربي. ايه ده؟ ايه دراكولا؟ ظهر السرير فرانكشتاين؟ لا ده مش سرير، ده مزلقان شبرا. يلا بسرعه، زمان اميره هانم غيرت فستان الفرح وجايه. سمع التعليمات. حاضر، حضر لابس الجزمه اللي اقل من المقاس، جيب لي 200 لحد الصبح، ما علقهاش خالص عشان تزنق على رجلي والدم ما ينزلش تحت، اربط دماغي جامد عشان الدم ما يطلعش فوق، كل ده كويس. ايه علاقته بالحقن اللي واخدها؟ مش عارف. جميل، امسك دول. ايه ده؟ كيس سوداني تقعد تقزقز فيه الليله، لازم تخلصه قبل ما تنام. الليله دخلتي هقزقز 5 كيلو سوداني، هخلصهم امتى؟ 7 الصبح؟ انت حر، الحقن من غير زيت السوداني مش هيجيبوا نتيجه. حاضر حاضر، هخلص على السوداني كل اللي هادي، بس المهم عندي النتيجه. النتيجه لما تخلص بقيه الحقن اللي معاك. حاضر، ولو اني مش عارف من ساعه ما خدت الحقن دي وانا حاسس بحاجات غريبه، رجلي عماله تنطر لوحدها لورا مش عارف ايه. جميل كده، انت في السليم، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا كابتن. خلص السوداني. حاضر يا رب يا رب، هي اول ليله بس تعدي على خير. لا والله دول هم اول 5 دقايق بتوع الكوره وكل شيء يبقى تمام بعدها. واذبح لها القطه من اول دقيقه. ايه ده يا حبيبي، انت لسه ما غيرتش هدومك؟ بامبي 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 يا ليله سودا. اخيرا اخيرا يا حبيبتي بقيتي مراتي، وانا وانتي بقينا في قفص واحد. ومعانا السوداني. انا اسعد انسانه في الدنيا ان ربنا كرمني بالراجل اللي كنت اتمناه، واديني سلمتك نص ثروتي وبقيت راجل. اه بس ده مش معناه انك هتحكمي فيا. لا يا هاني، فوقي. الراجل وانت ست ولا ماشي خطوات. كلمه كلمات، اقول يمين يبقى يمين، اقول شمال يبقى شمال. يبقى شمال يا سيد الرجال. ان شاء الله سيد الرجال ان شاء الله. انتي سمعتي حاجه كده ولا كده ولا ايه؟ مش عايزين مقاطعه، ما احبش الصوت العالي والتشويح بالايدين ولا بوز الشبرين. هو انا استجري يا سيد الرجال ان شاء الله. من بكره الصبح شومان ابن عمك رجع 300 فدان لاخواتي. هي كده عاجبك في ليلتك السودا دي ولا ايه؟ عاجبني عاجبني يا سيد الرجال ان شاء الله. يلا يلا يا حبيبي غير هدومك. رجالك يا جميل، رجالك يا الساجل انت، رجالك. انا شاريه لك بيجامه جديده جوه. لا يا هانم، من هنا ورايح مش هلبس اي هدوم، انت شاريتها لي بعد كده بعد فضحتي بالزف وانا ماشي مخطط كده. انا هلبس البيجامه اللي شاريتها لي غنيمه بنت عمي على زقها. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الود. لا 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 لا. وطني بيكبر وبيتحرر، وطني وطني. وقف الخلق وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد بالسوداني. مين اللي جاب السوداني ده هنا؟ انا لبحته في ايد الاستاذ شومان، الظهر نسيه. ابننا سوداني واحلى قرود، خديه ارميه مش عاوزاه. تحت امرك يا فندم. ايوه طبعا، حضرتك واخده اجازه شهر في اي اوامر بالنسبه للشغل؟ هتصل بيك يا مان. هاف ا جود تايم. ثانك يو مان. ايه ده يا حبيبي؟ ما قلعتش الجزمه ليه؟ انا كده فلت الدخله بنام بالجزمه، ايه رايك؟ عاجبك فرقتك الصيني ولا ايه؟ براحتك براحتك يا سيد الرجال ان شاء الله. ايه ده؟ بتربط دماغك ليه؟ يا
يا بنت الناس دي ليلة دخلتي. أنا سألتك لابسة فيها أسود ليه؟ ليلة دخلتي لابسة فيها أسود، أمال في خارجتي هتلبسي إيه؟ أنا كده في ليلة الدخل عيب أنا متعزم من تحت ومن فوق، عاجبك في ليلتك الطين دي ولا إيه؟ عاجبني يا سيد الرجال. بإذن الله. ده احنا معانا استعدادات جبارة لا مؤاخذة. قوي بقى عشان نجهز لمؤاخذة. يا بوي يا بوي السوداني السوداني استني، ما تاكلهاش ما تاكلهاش. السوداني مش ليكي، السوداني مش ليكي. خلصتي 5 كيلو سوداني، خلصتي 5 كيلو سوداني. خلي السوداني ينفعك اللي لازم. يا عم كنت بتاكلي السوداني فين؟ كنت بتاكلي فين؟ عايز سوداني واقعة، سوداني واقعة. طب القش حتى يا هاني؟ تعالى تعالى كل فاكهة. ما تنفعش الفاكهة. عارف يا عايش ايه أكتر حاجة عجبتني فيك؟ رجولتك وشهامتك. يا خوفي اللي لدي ترسع الشهامة بس يا حبيبتي. مين اللي جاب الفاكهة دي هنا؟ ماجي جابت الفاكهة. خالك معاها حاجة؟ كيس سوداني. يا بخت جوزها اللي لا مكتوبات. ليلتي باظت وهو لا، ليلتي باظت وهو لا. ليه؟ ايه اللي بوظها؟ ماجي هتحكي لك الصبح يا حبيبتي. الليلة باظت على شوية سوداني، الليلة باظت على شوية سوداني. ده انا لو اعرف كنت فتحت مقله وانا صغير. بصي بقى، احنا ناخد الليله دي تعارف. ما انا عارفاك يا عايش. خلاص خلاص مش مهم سناني، انما اتعشي من فوقك الكريم. اسمعيني على السرير. يعني هنام؟ هنشوف. جاي لك يا مستعجل انت، جاي لك يا قرب. هاي لجنة دي لجنة. تلاقي الرخص. والله يا حضرة الضابط، انا والمدام في السرير بمنتهى الادب. مبروك مستر عايش. الله يبارك فيك يا كابتن عمال قلبها لك حبيبي، انا العريس. مبروك مستر عايش. اهلا شويش عطيه. اهلا يا اخويا. طب كنتوا معقوله تطلعوا لنا اوضه النوم تبركونا؟ طب كنتوا قولوا لنا ننزل لكم احنا. معقوله؟ مبروك مستر عايش. اهلا يا ام احمد. اهلا. ازيك يا ام احمد؟ مبروك مستر عايش. تعالي يا اختي تعالي. ايه ده؟ تعالي يا اختي. عايش. اسكت البت بتفكرني بقرطاس السوداني. عايش صح كده. مبروك بس عايش. اوه لوسي. ايه مالك؟ في ايه؟ ده ماتش ودي. شكرين يا جماعة. شكرا. الحقيقة لفتة كريمة منكم انكم توصلوا لمقر النوم عشان تبكون. شكرا. سولا في. يعني احنا شباب زي بعض فعلا. أحلى ليالي التلفزيون. يا مستعجل عطلك الله. لو يقول لك إيه، يا بخت من زار وغار. وبعدين معاك وبعدين مش قلت عايز تنام؟ يلا تعالى يلا. استني طب لما الضيوف يمشوا. طش لا دول مش ضيوف، دول السكيورتي. ما أنا عارف إن هما السكيورتي، مش هيمشوا. لا طبعا. طبعا
احنا اللي هنمشي. يلا يا بابا. ولا احنا؟ ولا احنا؟ يعني ايه؟ احنا هننام هنا؟ ايوه. احنا هننام هنا؟ ايوه. والبواب دول هيفضلوا فين كده؟ ايوه. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ ليه؟ وانا حاوي؟ فرق النصبة في البداية النهارية دايرة ولا ايه؟ جلا 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 جلا. عايزين أربعة يفكونا. جلا جلا جلا. يلا يا صيع. يلا يا توقع. يلا مفيش فرجة. يلا. سيبهم يا عايش سيبهم. دول بيحرسونا. ايه اللي هيتسلم مننا؟ كل واحد بس كتبه فيه. دول المشكلة. لا يا حبيبي لا. دول بيأمنوا حياتنا. احنا عدانا كتير. وبعدين دول بيقوموا بعملهم. يعني عشان هم يقوموا بعملهم. اتعطل انا عن اداء عملي؟ لا مالكش دعوه بيهم. تعال بس بس يا ست. بس عيب بقى. تعالى بقى بس انت تطلع ست عليك القلب فاهم. بس بقى يلا. بس بقى انت وليا فاكره يا وليا. مش كنت انا بايظ كده حتى. يلا بقى ننام. ننام فين؟ ده انا وانا اللي في الاستاد. يا هانم في مواقف ما ينفعش فيها التشجيع. هيقولوا يلا يا بيه هوبا يا هادي. ما عرفتش اجيب جول. هيقولوا ييه كنت امروني معاكم. جبت جول. هيقولوا كفايه. يلا يا صيع. يلا يا توها. يلا 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 مش فاضي. الله يا عايش يا حبيبي. افهمني بقى افهمني كده. عادي خالص عادي. هم متعودين على كده. يا هاني هم متعودين. انا مش متعود. انا راجل ليا اخلاقي وليا مبادئي. ثم دي مساله لها حرمتها. انتوا ايه؟ كفره؟ يلا بقى عادي. اكسكيوز مي. هنطفي النور ولا هننام على الاضواء الكشفه؟ هنطفي النور طبعا. هنطفي النور. هنطفي النور. وهما مش هتضايقوا؟ لا لا. ويصفر ويقول لك مش شايفين ويبوظوا المدينه. هنطفي النور. والله لا اطفي النور. والله لا اخليها كح. والله ما حد هيبقى شايف التاني. بس كلبي يمد ايده فيك. سيارة. يلا يا صيع. يلا يلا في شغل. يلا يلا الله يوسعك يا حبيب السرير. يلا هات يلا بقى. ايه ده؟ معقول يا جماعه؟ ده شيء متحضر برضه؟ انا في اللحظه المنيه دي محتاج تنشن. يلا نعم. تعالى انا جاي. تعالى يلا. نعم دلعني. نعم هنطفي النور ولا هننام على الاضواء الكشفه؟ هنطفي النور طبعا. هنطفي النور. هنطفي النور. وهما مش هتضايقوا؟ لا لا. ويصفر ويقول لك مش شايفين ويبوظوا المدينه. هنطفي النور. والله لا اطفي النور. والله لا اخليها كح. والله ما حد هيبقى شايف التاني. بس كلبي يمد ايده فيك. صيع. يلا يا صيع. يلا يلا في شغل. يلا الله يوسعك يا حبيب السرير. يلا هات يلا بقى. ايه ده؟ معقول يا جماعه؟ ده شيء متحضر برضه؟ أنا في اللحظة المنية دي محتاج تنشن. يلا نعم. تعالى أنا جاي. تعالى يلا. نعم دلعني. نعم هشتكني. هشتك بس هشتك 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 هشتك. إزاي يا هانم؟ إزاي كده قدام الناس؟ ده مش عيب. ده حرام. والله حرام. الله ربنا ما هيبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. يلا حاضر.
هتتلموا في مدرج واحد وخلصوها. يلا. حاضر. إلهي تتشك في نظرك يلي حتدقق. وقف الخلق ينظرون. طيب يلا تعالى حبيبي. وعشان كده انا ما بحبش الحاجه المنظوره بصراحه. يلا تعالى تعالى. انا كنت اتجوزت الكوكي بارك وخلصت. زعلانين وكمان اقول لاخواتي ايه الصبح كيف بزحلاني طول الليل. يا والنبي يا اختي لا ده التنس صرح. تنس تيك تاك الماتش خلص. يلا تعال اطلع حبيبي اطلع اطلع. يا كلاب يا كلاب روحوا شنقوا عليا قولوا ما عرفش يطلع السرير يا كلاب. بقول لك ايه؟ هات ايدك اطلع بقى. عيب والله عيب. معقوله؟ انتوا ناس عندكم خبره ولا ايه عيب؟ كل خمسه ونمسه طبعا مش هتصدق. ده شويه في اكروبات في الحوض بقى شويه. عيني انا مبسوطه والله عيني سعيده. يلا هات ايدك يلا. هوبا مش هنتقابل الليله دي ابدا. شفتوا انا زحليقه وهي زحليقه هتبقى ليله زحل. معلش الليله دي ناخدها زحليق ومن بكره نشد العزم مراجيح وتطلع بقى. ايه ده لو طلعت النهارده مسخر يا ماما. اطلع يا حبيبي اطلع. بقولك ايه امسك السرير. مسموح؟ طبعا حاجز في المقصورة. زي ما دي واقفة يا كابتن دي واقفة ترضي ربنا بذمتك. ارجع ورا شوية يا كابتن ارجع خمسة نفس ورا شوية يا كابتن ارجع ورا وهتتفرج برضه بس ارجع بقى. انتوا ما عندكمش حساس ابدا. اخوانا عايزين نتعاون عشان كل يتفرج واتبسط. معقولة؟ نبي يا كابتن الاخت اللي وراك مش شايفه كويس. تعالى كده تعالى كده يا ابني تعالى كده يا كلح. وشك فيه كلاح حالة. بتبص على ايه؟ انت ترضى تشوف بابا وماما بيتزحلقوا خلاص نزلت في السرير. ايوه هات ايدك اتزحلق. هات ايدك التاني يلا بقى نام. انام كده. ما انا كنت بنام كده وانا عازب. فرقت ايه يعني؟ انا عايش. خلي بالك يا اخويا. علام علام اخويا علام واقف سعاد. شايف سعاد ليه؟ مالكش دعوه بيه. علام هات الرجاله من على القهوه تعالوا اتفرجوا. قول لي ايه ايه هتلم علينا الناس؟ ايه يا اخويا ايه؟ تعالى بقى تطلع يا هاني. انا اتهديت. ده احنا كل ده ولسه في السرير. بقول لك ايه ما تردش عليه. يلا نعمل نايمين. استعبط. ما تستعبطش عليا. انت لسه صاحي وسمعت في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها بس مش فاكرها. انا ناصر. أنا ناقصك يا علام حرام عليك. طب حرارك الباب التاسع من وراء أندلسا. لا التاسع لا التاسع لا. ليه؟
730 صفحه يا حبيبتي. المقدمه. المؤامره الكبرى تتكرر. المغول دخلوا مصر يوم ما ايبك دخل على شجره الدر. حصه جايه علينا ايه؟ علام. طب ايبك دخل على شجره الدر، سيبنا اخش على شجره البلوط يا علام. انا هلاقيها منك ولا من السرير الزحليه ولا التيفه اللي حوالينا ولا الفول السوداني؟ حرام عليك يا اخي. يلا يا حبيبي يلا نام. قمت من جنبي بالدقيقه ليه؟ مش عارف ليه طول الليل عمال ترفس برجليك في السرير وبتعمل اصوات غريبه، ما عرفتش انام. انا نفسي مستغرب، مش عارف ايه اللي جرالي، مش عارف ده قله نوم ولا قله سوداني، مش عارف. طب يلا يلا قوم فاز، رتب السرير. نعم رتب السرير. لا يا هانم، مش انا الراجل اللي معاه كرسي، انا مرتب سراير. رتب الكلام ده، تقولي للخدمين بتوع الشقين بتوعك انا مرتب سراير. بقول لك رتب السرير. انا الراجل هنا مرتب سراير. ايه اللي بتعمله ده؟ ما نعكشه. انت بتعاندني؟ ايوه بعندك. مش كان فارق؟ الو ايوه انا اميره كامل. طز معلش، يعرفوا ان في راجل هنا بقى. معلش استنى. ايوه ايه في ايه؟ ايه يعني ايه الراجل ده مش عايز يبيع؟ الله، طب خلاص ما دام عند اقتلوه. ايوه زي ما بقول لك اقتلوه، ادوني خبر. انا نازل. رايح فين؟ اجيب الجرد الوسائل الارض بالمره عشان ما حدش يشوفني. تعالى تعالى هنا، روح اقعد عندك هناك، اقعد يا عايش، اتعلم تسمع الكلام. ومن هنا ورايح اقول يمين يبقى يمين، اقول شمال يبقى شمال، اقول لك تقعد مع اخواتك تقعد، اقول لك توفقهم مع شومان تنفذ. فاهم؟ فاهم يا ست الرجاله. وفيما تبرمي وعلى ما ياسي، وانا بيدي قد كبلت نفسي، وكنت اود أن أجني قطوفا، وهل تبنى القطوف بغير غرس؟ فيا قلبي لئن حملت ذا فكم حملت من آلام نفسي، وما دائي بمحتمل ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. ايه ده؟ ايه اللي جابكم هنا؟ المقابلات الشخصية هناك في الجمعية. جايين نسأل عن بوي سيد الرجال لسه نايم في العسل. انت اللي اتحطيت لنا معاك. ها نجاب البوي ولدتوا من عينه قبل حد في بيت الهانم. مستر عايش لسه في شهر العسل وما يقدرش يقابل حد. قاعدين لمازم من فوق، مع انه لا طال فوق ولا طال تحت. ماجي ازيك يا ولاد؟ ايه ماجي، بتعرف تطي حقن ولا تتخصص حمير بس؟ تحت امرك يا فندم والف سلامه عليك. انا كويس، في شويه فيتامينات. طيب عن اذن حضرتك اروح اجيب سرنجه. ازيك يا ولاد، اخباركم ايه؟
هتسأل علينا دلوقتي؟ انت خلاص قفلت بابك عليك وهملتنا لوحدينا يا ابوي. انا كلبك كايد نار. ماموسين معلش يا ولاد، ده قدرنا ولازم نقبله. انا اخواتي سابوني، ما كانش فيه قدامي غير اميره كامل، هي بتساعدنا بس ما بتمليش على اي حاجه. انا ما زلت سيد قراري، دي مرحله ظروف مؤقته الى حين. لا حين ولا مين، الفوله بانت يا ابوي. انت كمان فوله، وضحي كلامك. اميره هانم بقت مره طبت حق وحقيقي وقلبت علينا. لا انتوا مش شايفين الصوره صح. لا شايفينها صح يا ابوي، وقعتك وسرسبتك وفي الاخر ضحكت عليك. لا انا اضحك على العالم كله، محدش يضحك عليا. حصل يا ابوي، تقول لها يمين تمشي هي شمال، ولما تقول لك شمال تمرح انت في الشمال هوا. ومش عامله لك حساب واصل ولا بعبرك، لا قدامنا ولا قدام الخلق. يا ولاد يا ولاد، ست مش سهله، ست مش بسيطه، ست قويه، لازم اديها وضعها وبرستيجها قدام الناس. انما لو في يوم من الايام سمحت لكم تخشوا اوضه النوم عندي، شوفوني انا ببهدل الست دي ازاي. تصعب عليكم، كفايه قوي ان عينيها مكسوره في الارض. يا شماتة الخلق فيك وفينا يا بوي. يا شماتة الخلق فيك وفينا يا بوي. هملها يا بوي، طلقها. افهم بقى، المتين فدان نزرعهم ونطلع لقمتها. تزرعوهم بعدين وتحملوا دراستكم. لو اتعلمنا الجبن بفلوسها تبقى قلة العلاوة مرحم. ايوه، لكن هي ما اذتنيش. بس عتزلك يا بوي. طلقها يا بوي، ولما يجمعك اللقمه والقرشيه اللي هترجع لك وراسنا ساعتها هتبقى لفوق. ارجع تاني بتعيين طيب وبلاش نط اسطوليط، لا تندم. خلاص يا ولاد، خلاص انتوا صح، انا اللي بقاوح. خلاص مدام دي ارادتكم، اوعدكم ان انا من بكره هغير سياستي معاها. لا بالليله هاخد الحونه وهعرف ازاي اشكمها. انا جاهزه مستر عايش للحونه. طب يلا يا ولاد روحوا انتوا عشان ما تشوفنيش وانا باخد الابره. يا سرنجاتي سرنجاتي، تعالى ولا ولا تمام غلط. يلا ماجد يلا اديني الحونه، بس ارجوكي ايدك تبقى خفيفه. ما تخافش الحمار ما بيحسش. نعم. ايه ده، انا الظاهر فهمت حضرتك غلط. لو عايز تلف العضل مش مشكله. لا مش قصدي، انت اكيد بتهزر. انت اكيد خايفه، انت اول مره تدي حونه ليه؟ خلصيني يا ماجي. دي حون الاتش اتش اللي بياخدها الحمار. اتش اتش اللي بياخدها الحمار؟ طبعا، حضرتك لقيتها فين؟ ده ما حدش بيقدر يصرفها الا بامر شخصيه من اميره هانم، لان في تحذير من خطورتها. هيا ماجي، انا فاهم، بس انا كنت بختبر بشوفك فاهمه شغلك ولا لا. طيب اذا سمحت هاتها، لا تقع في ايد حد وياخدها. وإذا خدها هيجرى له إيه؟ موجود في ملف تعليمات المؤسسة بيانات عن حقن الاتش اتش، إن حقنة واحدة في السنة بتنشط قدرات الحمار العضلية. طب ده الحمار الأحمر منه بقى. دي مصيبته تبقى مصيبة، لأن التحذيرات بتقول إن الحقن دي مع الإنسان بتجيب نتائج عكسية. لا يا ماجي، أوعى تقولي إنه بيقبل بحمار مثلاً. يا ريت يا فندم، ده في الأول بس. المادة بتسري في الدم وبتوصل للمخ وبتأثر على التحكم في حركة الأطراف، وبعد كده بيبقى خامل وبتتمسح خلايا مخه، بيبقى زي الطفل اللي بيتعلم الكلام. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، اتش اتش بيمسح المخ. اتش اتش على اتش اتش، اتش اتش على مستر عايش، هو انت اخدت الليل؟ لا ده واحد صاحبي حمار. مستر عايش، انا موظفه صغيره وضعيفه، بليز انا ما اتكلمتش معاك في حاجه. ماجي، سؤال اخير من فضلك، شومان ممكن ياخد الحقن دي من المخزن بدون علم اميره كامل؟ لا، لازم يكون بامرها. عايش، افتكرت. خلي بالك، اميره مسلطه عليك، ادوك حقن الاتش اتش اللي بتمسح المخ. حرص بقى. الحمد لله.
الله يا مالك يا كريم يا رب كنت هتضيع. بس انا هنقصتك. لا وايه انت طيب ليت السوليت؟ حتى انت علاني اخويا جتني في ليت السوليت بعد ما قشروني وخرطوني وحطوني في الزيت وقالولي ليت السوليت. يعني حصل؟ وصل بيتمشى في دمي وقرب يوصل للمخ. ليه؟ ليه كده؟ كان عارف فين يا انت اللي كان عارف فين يا علام؟ انت توك مخدرات ولا تدوني الاتش اتش تركيبه العجيبه اللي تهد عظم عقل؟ يا خساره ما سمعناش كلام اقولك، ما خدناش بالنا، خدعتنا كلنا. لا بس انا حبيتها واعتقدت انها خدتني في حضنها. وانا صدقتها بس لما فقت قريت اللي طلبت منك كتبه لقيته كلام فارغ لا يودي ولا يجيب. كنت هضيع عمري بباب القلعة وقوانين عمر. بس انا اكتشفت حقيقة تاريخية. باب القلعة مش مقلوب يا عايش. مش مقلوب. احنا اللي ماشيين بالمقلوب ولازم نتعدل. كنت فاكر نفسي مرم، هتلاقيني حمار واستحمروني. كنت فاكر راسم عليهم سيناريو، هتلاقيهم رسمين علينا ألف سيناريو. لما اكتشفتهم لقيت نفسي فيهم ما حصلتش كومبارس. اتش اتش أمريكاني يمسح المخ. طب ليه؟ وده بأمر ولا بأمرها؟ بأمر ولا بأمرها ولا بأمرك؟ أمره أمرها وكمان أمرك، يبقى بأمره ولا بأمرك؟ أمرك 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 أمرك. أمره أمرها وكمان أمرك، يبقى بأمره ولا بأمرك؟ يبقى بأمرك. أيوة بأمرك. هتعيش مبسوط، هتعيش ملطوط، تشرب مقلب بمقاس مظبوط، كله بأمرك. تنبس تندس تنشل على الراس، كله بأمرك. هتعيش في سلام، تعمل معركة وورق وإقلام مليان فبركة، وهو كله كلام من غير جمركة. كله بأمريكا. أيوة بأمريكا. عايش حبيبي وحشتني. انت عيانة ليه؟ رجعت تقولي لي كلام فيه حب. سامحني يا حبيبي، الأسبوع اللي فات كنت عصبية جدا. ودلوقتي طايرة من الفرح ومحضرالك مفاجأة. يلا فاجئني، انا خلاص جسمي نحس. انا وانت هنبتدي شهر عسل من اول وجديد. انا ما صدقت اخلص منه اسبوع. هنروح بعيد بعيد قوي، مكان ياخد العقل. ياخد العقل. طب ياخد حاجة تانية بقى. هنسافر امريكا. امريكا؟ ايوة، المؤسسة هناك اختارتك دفشر. وهتاخديني معاك يا امريكا؟ طبعا. من زمان كان نفسي اروح امريكا وشفت مثال الحرية. هتشوف كل مكان في أمريكا يا حبيبي. أمريكا دي كبيرة قوي مش كده؟ أيوة. يعني هي أم الدنيا دي كلها. طبعا. ما تنساش النهاردة بقى عايزين نخلص موضوع شهر عقاري قبل ما نسافر. موافق؟ حاضر. إيه ده؟ الموظف بتاع شهر عقاري جاي دلوقتي عشان تبديل التوكيل. حاضر. يا سويت اللي جرى لك يا عايش. تعال تعال نخش جوه. انت مين؟ ابويا تعال نخش جوه. امي ابويا تعال نخش جوه. لا مش هخش اهو، خش جوه. النظر طردني، ما كانش معايا مصاريف. مين اللي سرق كتبي؟ لا انا عايز العب كوره. انت تعبان؟ لا العب كوره. تعال. لا انا عايز العب مع الحمار. ولد اسمع الكلام. بقول لك تعال هنا. وبعدين تعال بقى.
ده عيب عيب. أميرة، الراجل بتاع السعر العقاري جاي ورايا. تعال شوف المصيبة اللي أنا فيها. أهو ده اللي أنا كنت خايف منه، اتنمرض ومش عاوز يمضي، بس أنا ممكن أقطعك. رأيه يا أميرة ما تلم جوزك. جوزي؟ خلاص الاتش اتش وصلته للنهاية بقى بيبي. مش ممكن، ده لسه أسبوعين. أنا مش فاهمة إزاي ده حصل. هنستنى تسمع وظف شعر عقاري لما يجي دلوقتي. ما قدمناش غير حل واحد. إيه؟ ما يفتحش بقه، يمضي وبس. هتفهم طفل الكلام ده إزاي؟ اسمع يا ولد، احنا جايين لك تشوف دلوقتي. اوعى تعمل كده قدام الضيوف. عارف لو عملت كده هدخلك اوضه الفران. لا، وهنقعدك مع ابو رجل مسلوخه. بجد؟ ايوه، ابو رجل مسلوخه اللي بيخوف العيال. لا بابا وحش، ده بقى عيل وهيستحى ضربي. استنى ما تشوف اللي بيقوله. بابا ايه يا ولد؟ بلاش كلمه بابا دي خالص. لما يجي الضيف تسلم وانت ساكت وبادبك يا عايش. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا اميره كامل. اهلا وسهلا يا هادي. اهلا اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا الاستاذ عايش جوزها. اهلا اهلا عايش بيه. اهلا وسهلا استاذ عايش. اهلا اهلا. اتفضل تعالى يا فندم. لا يا فندم مفيش تعب ولا حاجه، كل شيء جاهز على المنبر. يا ريت بسرعه. حاضر يا قلب حاضر. حضرتك بموجب هذا التوكيل بتدي لهاني حق التصرف في كل املاكك. هو عارف كل حاجه، يمجو بس. حاضر يا قلب حاضر. الله طويله. اي مش ممكن خف الدمك دي عايش بيقلد الاطفال الصغيرين بالظبط. يعني حضرتك بيقلد الاطفال الصغيرين بالظبط والله. اتفضل يا فندم شوف شغلك. بقولك ايه عايش فين؟ هات البطاقة. ليه؟ ايده مقزوعة، هاتها من جبهة شمال بسرعة. حاضر. بعد اذنك يا استاذ عايش. لا بتاعتي. ادها له انت يا عايش. يلا يا فندم شوف شغلك. هخليه زي ممكن شوماس. يلا يا فندم شوف شغلك. يلا يلا. ايه يلا بسرعه يلا. اوه عايز ايه؟ عايز اعمل بيبي. امسك نفسك مش قدام الراجل. عمو عمو عايز اعمل ايه؟ في مكانك ما تتحركش. فاضل عايش بيه. وقع هنا حضرتك. اتفضل امضي عايش. رايح فين؟ رايح فين؟ ممكن هنا. يلا. لا 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 مش على رجلي. قوم بلاش هزار، مش على رجلي. قوم قوم بلاش. مستنوا بدات خلاص. استنوا خلاص اهو. ما لو خلاص قوم بقى. لا لسه كاكا لسه. معلش يا فندم، كان تجيب أستاذ برفان اللي دلقت عليه التوكيل. وهو يحط برفان صغر في جيبه ليه؟ اوعى اوعى التوكيل اوعى التوكيل. قطعت التوكيل خلطت بيت يا شيخ الله يخرب بيت. ده انت ورع يا اختي. بقول لك يا مدام، حاولوا تعالجوه ولا ركوه الاول. سلام اوعى. وبعدين هنعمل حكايه التوكيل ده ازاي؟ عايش ده لازم يفضل في البيت ما يتحركش لحد ما ناخده ونسافر امريكا. اخويا اخوات عايش بره بيكسروا بابا عايزين نخش. لو جت على ضرب الرصاص يقتلوهم. لا يا شومان سيبوهم، دول عايزين يعملوهم على رقم. ده انتوا جايين تتهجموا على امينة كامل. سيبهم اللي مستني عن عمره هيقف قصادي تمن رصاصه. والرصاص عندي ببلاش. احنا مش جايين لك انت، احنا جايين لاخونا عايش. ايوه علشان نلحقها قبل ما نتريح من ايديها. يا جماعه يا جماعه نستنى لما نتاكد اذا كان كلام علام اخونا صح ولا غلط. هنستنى ايه تاني يا عبود؟ هنستنى ايه؟ الهرم انكشفت خلاص. دي كانت بتضرب فيكم كل اسفين والتاني وهتضيعكم كلكم زي ما ضيعت عايش. بطلي بقى يا بنتي، انا عامله احترام لاخوكي. اتكلم يا عبود.
قلت لك ازاي عشان تشاركك في مصنعك. قال ايه؟ خايف عليك من اخوك عاشور. ما هو اللي عمل عليا بلطجي وحاول يسرق البضاعه من ورايا عشان يبيعها لي. ايوه كنت عايز اخلص حقي وما عرفتش اسرقه وتقوم تحرق له مصنعه وحياته مقسمين يا عاشور. مش انت برضه اللي وزتيه؟ وبكره تلف وتدور عليك انت كمان يا عبود وتاكل مصنعك. لا 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 تاكل مين؟ دي بتحميني وفي مصالح بينا والمصنع بتاعي واليافطه لسه عليه اسمي. اليافطه بس يا عبود؟ اليافطه بس؟ يعني من بره على الحله ومن جوه يعني مله؟ طب بره بقى بره. بقولك ايه؟ انت مالكيش حكم علينا. اتكلم عايش اتكلم يالا. بعد ده كله لسه عايز تقعد مع الست دي؟ ما تتكلم يالا. الله حصل فعلا اخونا بقى عيل فعلا ابليس جريمه هتتعمل تعملها غالي وهرجعه زي الاول ازاي وعلاجه هيبقى ايه؟ انا لازم اقتلها. انا هنا انت اللي مقتول. سيبوه سيبوه انتوا مالكوش حد عندي اذا كان ده اخوكم فيها برضه جزء. انتوا مستنيين ايه؟ الجريمه واضحه قدامنا بينا نبلغ البوليس. والبوليس هيعمل لنا ايه دلوقتي؟ احنا لازم ما نسيبش اخونا. انا هاخده عندي. لا انا اللي هاخده عندي. انا اللي لازم ارعاه. لا انا اللي هربيه. ايه انت اللي هتربيه؟ انت صايع يا ضايع يا ناقص تربيه. لا انا اللي هربيه واخد بالي منه. انت تربيه بيئه ملوثه بالامراض. انا اللي هربيه في خيري وعزي واعرف ازاي ازله. لا انا اللي هربيه وعلمه الادب. انا اللي هربيه وبالكسر. لا انا اللي هربيه وعديه. ولك ايه؟ انا اللي هربيه. بس ما بس احنا ما عملناش حاجه. هو اللي حب يعمل راجل وخد الحقن كلها بنفسه. علام شاهد عليكم واحنا مش هنسيبكم. ايوه لان لو عايش ضاع احنا كمان هنضيع. يلا وبعدين المساله كده بقت خطر. روح احجز التذاكر فورا لامريكا. حمامة تعالى تعالى يا ولد. الناس الوحشين مشيوا. قول ورايا ماما ماما أميرة كامل. ماما أميرة كامل. 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 تعالى يا مغلبني لسه هنا. ده تهنيلة اللي عايزه خلف. سيب الشوكولاته وتعالى اطفح رضعتك. تعالى ارضع مش هنا. غنيلك يمكن تتخمن. الغوريلا زمنها جايه بعد ايه ده؟ الله يخرب عقلك. انا مش لسه مغير لك الكفوله من شهرين؟ اه شومان كنت فين يا اميره وسايباني محتاس بالولد؟ معلش خلاص هتجنن مش عارفه اتصرف. ازاي خلي البني ادم ده يديني التوكيل من غير ما يفضحني؟ لو نزلنا مصر الجنايه هتثبت علينا وهتبقى فضحتنا بجلاجل. والعمل كده انا نص ثروتي في ايد عيل زي ده. مفيش الحل واحد. ايه؟ ناخد باسبوره واحط عليه صورتي ونرجع مصر في اي شهر عقاري. ابقى انا عايش حياه جوزك وامضي بداله. هنزل بيه ازاي؟ ده احنا نتفضح. نسيبه هنا اهو يعتبر عيل تايه. فكرك كده؟ هو ده الحل اللي قدامنا. ولا اقعد العب هنا. هنروح مصر نجيب لك ايس كريم ونرجع لك حالا. لا لا روح الاوتيل هات شرطه بسرعه. طب اوعي تستخدم باسبور من جيبه او اي حاجه تدل على شخصيته.
عايزه تمسحي صورتي من على الباسبور زي ما كنت عايزه تمسحي عقلي؟ عايزه تسيبيني وتهربي؟ انا اسمع ان الناس سيب عيالها قدام باب ملجا قدام باب جامع، انما قدام تمثال الحريه انت ما عندكيش دم يا وليه. عايش غصب عني اهلك، عايش عايش بعقلي، عايش ده هو قيمتي وسر وجودي. انا اللي كنت عايز تمسحيه في طحان اتش اتش، خدت واحده وجريت لاني خفت فطرتي، بس عقلي ما كانش مصدق انكم ممكن تقفوا ضد انسان كل جريمته انه طالب بحقوقه. طب الحمد لله يا حبيبي ان انت بخير. خير ما بعد كل اللي عملتيه فيا من خير بتقولي خير؟ الخير انا عملته، ما رضيتش احرمك من الصوره اللي كان نفسك تشوفيني فيها وانا بحبي على الارض واسحف وارجع لورا 40 سنه. ملعون اليوم اللي نسيت فيه وصيه ابويا ومشيت في سكتك، سكتك اللي بداتها باول خطوه تنازل جت بعدها تنازلات كتير. ملعون اليوم اللي صدقت فيه انك ممكن تقفي مع الحق ضد ابن عمك. نظام ايه ده اللي عايزه تاخدي بيه بيتنا وارضنا وميتنا فوق منهم كرامتنا؟ نظام ايه؟ اخلصي. نظام ايه ده يا وليه اللي مشغلنا فيه حقوق الانسان حسب مزاج اهلك وفي الاخر ما بنطلش منك ولا حتى حقوق الحمير؟ بس انا مش حمار يا اميره كامل، انا مش حمار، انا في الان تايم قدرت احافظ على عقلي، لكن عشان تفضل لي كرامتي، عشان تفضل لي كرامتي مدام انت طالق. طالق 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 سليم. انا طالع الباسبور من مجمع التحرير يا كابتن. ذا بوليس اي ونت تو توك 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 ويز يو. اوكي تتم. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي حصل ده؟ يلا اخوانا يلا اخوانا بلاش اللمه دي، عيب كده، بلاش اللمه دي عيب. الله، معقوله حاجه زي كده تحصل في مصر؟ الناس هتلم زيكم كده؟ شويه تحضر بقى يا ناس، شويه تحضر. هارد لك تمثالكم اتكسر. بس والله ده شغل ربنا، والله شغل ربنا. شفت ربنا بيخلص ازاي؟ هو التمثال ده الفرنساويين كانوا بعتوا لنا مصر زمان هديه، انتوا اللي لفيتوا. ها بس والله عينه صابتكم، فعلا عينه صابتكم. تمثال فيه شعله؟ تمثال فيه شعله ولا ما فيهوش شعله؟ مش فيه شعله. لو تطلعوا كل يوم طياره هليكوبتر بشويه بخور فيها كان ربنا بارك لكم. حد يحط تمثال زي دوت في وسط المحيط يجيب ميه شقق يا جهل؟ هبعت لكم واد موان من مصر يخبطه لك سكينه معجون يرجعه لك زي ما كان. عندنا تمثال رمسيس من زمان زي ما هو، حتى العيال الغلابه اللي بيستحموا فاسيه بالليل لسه زي ما هم. عايز اقول لك كلمه بقى يا جاك، مش جاك برضو؟ بص يا جاك هقول لك كلمه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعلا تمثال الحرية كان عندكو ساعات بيحرككو ومكتفكو، دلوقتي اتكسر، افتروا اكتر على كيفكو بقى. Are you Egyptian? Yes, I'm Egyptian. I love America. والله. I love America. I love peace. You are Egyptian and the Arab. شفت الصدف الاثنين. Egyptian and Arab. I love America. I love peace. I love Clinton اساسا. ولا ننسى هيلاري وقبلهم بابا بوش. يا اختي علينا بابا بوش وجده ريجان وخالي زعتر كارتر.
وسيلفستر ستالوني ومارلين مرو والكنتاكي والهامبرجر والأجوزة إسبرايت وأول برايت أول 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 أمريكانا بقالكو في القلب مكانا. I see you are Egyptian and you are an Arab. Yes. You are terrorist. الحمد لله. هذا من فضل ربي دخلنا صح. دخلنا من المطار صح. تورست. سياحة سياحة. تورست تورست. No you are terrorist. لا احنا بنقولها في مصر تورست. انتوا هنا عشان امريكان تقولي تريريريري تريريري. تورست تورست مش تريريريري. ايه اللي تريريريري. تورست تورست. I said you are terrorist. هنعلمكم انجليزي هنا كمان بقى ولا ايه؟ يا ابني ما تطلعش روحي معاك. تورست تورست. وان ار مش فور ارز. تر تر اللي تر تورست. اي ام تورست. جيف مي بكشيش. يو نو تورست. مش تر اللي تر ما تسترجل شويه يلا. اي اندرستاند يو بات اي ونت يو تو اندرستاند مي. يو ار تورست. لا يبقى الريه بايظه في بقك انت. معلش بقى قول ورايا كده. قول ترتون من ترتر نتار. قول ترتون من ترتر نتار وهي هتيجي معاك. من يو ار تيرورست. يو ار تيرورست. لا ما دام اتشنكت كده اشوفها لكم معايا. نو 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 ديكشنري. الكلمه اقولها ايه عندك؟ ندور في تريري 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 تريري. اهي لا دي تربتة تو تربتة تي حاجه ثانيه عندنا مش تريري تريري تريري. اهي اهي ان انجلش ان انجلش تيرورست. In Arabic, إرهابي. نبي تشوف لي دي شبابي ولا إيه؟ الله يخليك. لشان أنا No, I am Egyptian. Yes. I am Arab, yes. Arabi, no. No, in Egypt, yes, أحيانا. إنما هير تررر بومبا. No, no, no. Okay, get him. No. I love peace. I love... تحدى بسؤالي. أنا حفكر تمثال حرية ظلمة. Why? Why do that? أنا قلت للست روحي أنت طلقة. طلقة مش رصاصة. لا طلقتها. لو عايزيني أرضها أرضها تاني. بس أنا مش ترررر. والمدموزية الأمريكية هي أمريكية كانت واقفة بتصور بفلاش ساعتها. أنا ترررررر. Don't talk without your lawyer. سمعت؟ بتقول لك سيبه هذا المضربك بالجزمة. أهي. Don't talk without your lawyer. لا دي باين عليها شم حاجة ولا ضربة حاجة توديني في داهية. أنا عارف بتقولي عايز كلمة حاجة يا كابتن. هي البيت السوسة دي هي اللي فجرت التمثال بالفلاش بتاعها. ما تخافش يا أخي أنا معاك. أهلاً عرب أهلاً. انت من شبرا؟ قول الخالي اللي جنب بتاع عصير قصب الله يخليك. لا 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 مش هاجي معاكم مش هاجي معاكم. لازم اعرف الاول انا جريمت ايه. اتكلموا قولوا جريمت ايه. اتكلموا ابتحوا الانسان طبحوا الحبيب حتى. لازم اعرف انا جريمت ايه. مان واي يو ار تيرورست. ليه؟ اكملني عربي. عايزين مخي يتمسح يطلعوني في الاخر ارهابي. لا هتكلم. هتكلم على البلاوي السوداء ليكوا في العالم كله. هتكلم وقول انتوا ايه. احنا الصدارة والإدارة. احنا فصول اللعبة وفصول العبارة. اوعوا تنسوا اننا اصل الحضارة. الوقت في عقلك امارة. من ما فيش قادرين نعيش وبتاكلوا عيش. لو قمحنا على قدنا لو قلبنا على بعضنا. انا كنت حدد سكتي مدام بايدي لقمتي ومن دماغي كلمتي واخواتي ويا يا تاكد عزتي. واسمعني عالم خلوا الدنيا تحب الدنيا. تحب الدنيا. الحب بيغلب الحب اي برود. الحب يدوب الحب اي حدود. أي حدود. نداء من مواطن مصري عربي غلبان إلى كل عواصم العالم. انتبهوا إلى هذا النظام العالمي الجديد
الذي وضع خصيصا لتدمير أمتنا بيد قتلة الأنبياء. إلى كل عواصم العالم اسمعني. إلى واشنطن، إلى كينغستون، ويلينغتون، إلى أوتوا، هافانا، مكسيكو، سان سلفادور، سان خوزيه، سانتا دومينغو، مناغوا، إلى برازيليا، تيغوسيغاليا، بوينس آيرس، كيتو، ليما، بنما، بوغوتا، كامبرا، غواتيمالا، إلى لندن، باريس، برلين، إلى أوسلو، وارسو، أمستردام، إلى صوفيا، فيينا، أتينا، فالتا، تيرانا، روما، بروكسل، برن، براغ، مدريد، هلسنكي، كييف، بودابست، بوخارست، بلغراد، الفاتيكان، كوبنهاجن، لشبونة، ستوكهولم، إلى سراييفو، موناكو، لوكسمبورغ، إلى بيونغ يانغ، هونغ كونغ، بانكوك، إلى بكين، مانيلا، كابول، سيول، كوالالمبور، إلى جاكرتا، كولومبو، نيقوسيا، دكا، هانوي، إلى دلهي، موسكو، طوكيو، أنقرة، طهران، سنغافورة، سايغون، رانغون، إسلام أباد، إلى الرياض، إلى بغداد، إلى صنعاء، إلى أبو ظبي ومسقط والدوحة، إلى الكويت ودمشق والمنامة، بيروت، عمان والقدس، إلى القاهرة والخرطوم، تونس، الجزائر، الرباط، طرابلس، إلى مقدش، جيبوتي، نواكشوط، إلى لواندا، ياوندي، هراري، مرافيا، دكار، كينشاسا، إلى عكا، لوساكا، كيغالي، لومي، كامبالا، أديس أبابا، مابوتو، أبيجان، نيروبي، كوناكري، جوهانسبرغ. كل فرد من كل ملة وكل جنس وكل دين اسمعني. يا كل فرد في كل حتة، يا فرد فرد في أي حتة، مفيش ضعيف مفيش قوي، مفيش فقير مفيش غني، مفيش أبيض ولا أسود، مرفوضة العنصرية. سوا نبني سوا، نقسم سوا نسمة هوا، ونكون على جراح بعضنا، احنا الطبيب واحنا الدواء، الحب بالذات والمجد بالإنسان.